بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا شاكر للأخت الكريمة طبعا هذه التقدمة الممتازة اللي هي وفت أكثر من حقي حقيقة، وشاكر للأستاذ أنور تنظيمه لهذه الفعالية المهمة في مجال تقدير عمر المخطوطات أو دراسات المخطوطات بصفة عامة، وهو منحة مهم جدا جدا للحفاظ على إرثنا المخطوط أو تراثنا المخطوط من الاندثار أو العبث أو ما إلى ذلك من إخفاء الحقائق أو طمسها. أود أولاً قبل أن أبدأ يعني أسأل، هل الصوت واصل لحضراتكم جميعاً؟ نعم دكتور، واصل واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم. بدعوة طبعا طيبة وكريمة من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وهو مركز رائد في مجال الحفاظ على الهوية الثقافية للعالم الإسلامي والعربي ودراسات المخطوطات عموما أو ما يمت للتراث والثقافة بصلة. فيعني أنا بشكر المركز والقائمين عليه والعاملين به في الحفاظ على هويتنا الإسلامية والعربية بشتى الوسائل من خلال الندوات والفعاليات المختلفة. وكانت الدعوة الموجهة لي بخصوص تقدير عمر المخطوطات، وهو موضوع شائك وإشكالية كبيرة جداً نظراً لنقص الدلالات أو الشواهد التي تعيننا على الوصول وصولاً يقينياً لتقدير عمر مخطوط معين أو من المخطوطات المعدة للدراسة أو التحقيق أو الصيانة أو التوثيق أو الترميم. لذا يعني قبل أن أبدأ في نقطة تقدير عمر المخطوطات، كان لابد ان انا اتعرض لجزء مهم جدا عن بنية المخطوط الكيميائية والفيزيائية، ودي هنوضحها ان شاء الله في الوقت القادم، بالاضافة الى حبر ومداد المخطوط لان في برضو مجموعة من الاشكاليات ان شاء الله من محاور برضو المحاضرة النهاردة ان شاء الله. نظرية تقدير عمر وتأريخ المخطوطات، وهناك طبعا اختلاف أو في فرق ما بين عملية تقدير العمر والتأريخ وهنوضحها. بعد ذلك المحور الرابع وهو يتعلق بمناهج وملامح ودلالات المحققين في تحقيقهم للمخطوطات وتقدير عمر المخطوطات عن طريق ما يتوفر في المخطوط من دلالات تعين الباحث أو المحقق على تقدير عمري أو الوصول به إلى أقرب تاريخ ممكن للمخطوط. نهاية في نهاية المحاضرة سوف نتناول، وده الشق اللي ممكن يكون غائب عن بعض المتخصصين من المحققين ومن الدارسين في مجال المخطوطات، وهي التقنيات والأدوات التي يمكن الاستعانة بها في تقدير عمر المخطوطات. كده دي المحاور الخمسة للمحاضرة إن شاء الله سوف نتناولها بشيء من التفصيل، ونتمنى من الله أن يسعفنا الوقت أو يسعنا الوقت لشرح كل ما جاء بهذه المحاور بقدر الإمكان. وأنا يعني قصدت أنها تكون مختصرة ليس فيها استفاضة حتى يتحقق الغرض المطلوب، إن مثل هذا الموضوع، وكنت تكلمت مع أخي العزيز الأستاذ أنور أن هذا الموضوع موضوع كبير ويحتاج إلى محاضرات، مجموعة من المحاضرات وليست محاضرة واحدة، ولكن يعيننا الله يعني ونكون عند حسن ظن حضراتكم جميعا في أن احنا نقدم يعني فكرة مختصرة عن موضوع المحاضرة اليوم بقدر الإمكان أو حسبما يعني تمكننا و ساعدنا الوقت على ذلك. فلو جينا يعني العنوان اللي أنا قايله أو اللي عدينه مع بعض، تقدير عمر المخطوطات نظريات وتقنيات،
يعني هنتكلم من خلال المحاور الخمسة عن النظريات التي قيلت أو أسست في هذا النهج، وبعض التقنيات المهمة والمفيدة والناجزة في تقدير عمر المخطوطات. ولكن في بداية الأمر سوف نتعرض للجزء الأول، وكما واضح أمام حضراتكم المحاور الخمسة للمحاضرة. الجزء الأول اللي هو بنية المخطوط الفيزيائية والكيميائية. ما المقصود ببنية المخطوط؟ بنية المخطوط أي المواد التي استخدمت مجازا في بناء المخطوط أو إنتاج المخطوط بوجه عام، منها ما هو فيزيائي وهنوضحها، ومنها ما هو كيميائي. المقصود بالبنية الفيزيائية هنا اللي هي structure of manuscript، المقصود هو التكوين الشكلي بدون التطرق للعناصر أو المركبات الكيميائية المكونة لهذا المخطوط. فمن حيث الشكل، أيا منا عندما ينظر إلى مخطوط ما فإنه يرى أنه يتكون من ثلاثة مواد أو ثلاثة أشكال يراها بعينه، أشكال رئيسة هي المادة الحاملة substrate material، ومادة المحمول أو المادة المحمولة فوق هذه المادة الحاملة، وهي المقصود بها الأحبار والمداد والمواد الملونة المستخدمة والمواد المستخدمة في عمليات التذيب وما إلى ذلك. ثم المادة الحاوية الكونتينر، والمقصود بالمادة الحاوية هنا هي دفتي الكتاب من خلال تجليد المخطوط إن كان مجلدا. في هذه الحالة أنا أتكلم عن مخطوط كامل بكتاباته بأوراقه بتجليده، فأنا بتكلم عن بنيته الفيزيائية في هذا بهذا النهج أو بهذه الكيفية، حتى يصل إلى حضراتكم ما معنى فيزيائيا طبقا لما أوردته هنا أو طبقا لما أقصده. هنا أنا لا أتكلم عن المواد أو المركبات التي تكون مواد المخطوط المختلفة، أنا أتكلم هنا من حيث الشكل، من حيث الشكل. فهنا من حيث الشكل هما ثلاثة مكونات أو ثلاثة أشكال أراها بعيني عندما أنظر إلى مخطوط مجلد، هي المادة الحاملة ثم المادة المحمولة ثم المادة الحاوية لهاتين المادتين. أما فيما يتعلق ببنية المخطوط على الصعيد الكيميائي فالأمر يختلف، وما هو إلا تفسير لما جاء في بنية المخطوط على الصعيد الفيزيائي. فلو تكلمنا عن المادة الحاملة أو المكون الأول الفيزيائي، لو تناولته بالصفة الكيميائية فإنني أتكلم عن المادة أو المكون الرئيس لألياف الحامل، سواء هذا الحامل من مادة سيلولوزية وهنوضحها، أو مادة بروتينية، أو من الفخار، أو من العظم، أو من الحجر، أو من الاستراكة، أو ما إلى ذلك من الحوامل التي ستتضح في السطور القادمة إن شاء الله. هذا عن المادة أي التي تحمل أو تكون مهيئة لاستقبال المادة المحمولة من سائل الكتابة أو من مساحقها أو ما إلى ذلك كما سيتضح لاحقا. الجزء الثاني في المكون الكيميائي للمخطوط وهي المادة المحمولة، والمقصود بالمادة المحمولة هي المادة التي يحملها الحامل المكون الأول، والتي تتلخص في أو تظهر في شكل حبر أو مداد أو مادة تذهيب أو مادة ملونة، سواء للزخرفة أو لتنفيذ المنمنمات المينيتشرز اللي وردت بتحكي قصص وردت في المخطوط أو بتحكي أحداث مهمة، فيطلق عليها مجموعة من المنمنمات، سيتضح هذا الكلام لاحقا. ثم المادة الحاوية اللي هي كمواد التجليد، وهي تشمل مكونات بروتينية وأخرى سيلولوزية بالإضافة إلى بعض اللواصق المستخدمة في تنفيذ هذا التجليد. هذا
بشكل عام أنا أتناوله تفصيلا عن المكونات الفيزيائية والمكونات الكيميائية لأي مخطوط خط باليد ثم أجري له تجليد ليحفظ ما به من أوراق وكتابات. فلو تناولنا المكون الأول على الصعيد الكيميائي والفيزيائي وهو الحامل السليلوزي، معلش يعني أنا شايل العنوان هنا سوف يتقرر في مجموعة السلايدز الشرائح اللي جاية على أساس نبقى احنا متابعين، بدل ما اكتب كلمة التابع فأنا كتبت حامل سليلوزي أو روتيني أو فخار. من حيث المكونات أو مكون الحامل، هناك مجموعة من المكونات تختلف عن الشكل المتعارف عليه. فأنا لو تكلمت وقلت ورق أو قلت بردي أو تكلمت وقلت خشب أو سعف أو قرنيف، وده هنوضح الكلام ده إن شاء الله، فكل ده أنا بتكلم عن مكون كيميائي اسمه السليلوز. مكون كيميائي اسمه السليلوز، والسليلوز ده يعني المركب الرئيس لمعظم الألياف النباتية التي تشتق أو أنتجت منها مثل هذه الحوامل كورق البردي أو الورق المتعارف عليه المعروف لدينا أو النسيج أو السعف أو الكرانيف أو ما إلى ذلك من الحوامل. السليلوز يصاحبه مجموعة من المكونات هي مواد مثل الهيموسيلولوز واللجنين، وهي مواد مسؤولة عن تلف المخطوط، خاصة ما يعرف باللجنين المصاحب للسليلوز في تركيب الألياف النباتية المكونة للبرد أو الورق. إذا لم يزال فسيكون من أسباب أو مسببات تلف الحامل السليلوزي فيما بعد. أشهر الأمثلة على الحوامل السليلوزية هي ورق البردي وهو أقدمها على الإطلاق، ثم الورق، ثم النسيج، وينتهي بالخشب والعصب والسعف والقرانيف. والمقصود طبعا هنا بالعصب والقرانيف وهي جزع النخلة المشقوق إلى شقين واستخدام شرائحه بعد تغطيتها بمادة لاصقة أو معالجتها أو صقلها باستخدام أحد أدوات الصقل كالصنفرة أو الأحجار الخفافة أو ما إلى ذلك. أما السعف فهي يعني أوراق النخيل، إذا جاز التعبير أن نتكلم ونقول أن هي أوراق نخيل، هي هذه المواد قد استخدمت مباشرة بعد معالجة سطحها كحوامل لبعض المخطوطات، خاصة المخطوطات الإسلامية أو في العصور الإسلامية. البردي طبعا نبات معروف في مصر، أنتج منه أوراق احتقرتها مصر لسنوات طويلة جدا حتى جاء الرومان وأفصحوا عن سر صناعته، رغم أن البطالمة قد حاولوا الحفاظ على هذا السر حفاظا على مكتبة الإسكندرية. أنتج البردي في بدايات عصر الأسرات، أي بدايات القرن الثلاثين قبل الميلاد، واستمر استخدامه حتى بداية القرن الثاني عشر الميلادي، عندما حلت محله حوامل أخرى بروتينية ستتضح فيما بعد مثل البارشمنت أو الرق، فانتهى استخدام البردي. أما الورق فهو صناعة صينية بدأت تظهر في بدايات الميلاد أو القرن الأول الميلادي من شباك الصيد ومن بقايا الحرير أو ما يسمى بالراك بيبر اللي هي نسالة القطن أو بقايا الأقمشة المستخدمة. أما النسيج هو المعروف، فهي مجموعة من الألياف تضم ما يسمى بالسدى واللحمة، نسجت إلى بعضها البعض لتكون نسيجا استخدمه الإنسان الأول كرداء للحماية من درجة الحرارة أو البرد في الشتاء، لكن النسيج استخدم على نطاق ضيق كحامل من حوامل المخطوطات السليلوزية. الخشب استخدم أيضا على نطاق ضيق في صورته المعروفة
في شكل ألواح، خاصة ألواح تعليم القرآن في الكتاتيب. استخدم أيضا السعف والعشب والقرانيف اللي أنا وضحتها لحضراتكم منذ قليل أيضا كحوامل لمثل هذه المخطوطات. يعني في نقطة أنا عايز أتكلم فيها يعني قبل ما نتطرق لباقي الحوامل ثم مادة الكتابة فيما بعد، وهي أنني أقصد من هذا أن نتعرف على هذه المكونات لأنها سوف تمثل محاور مهمة جدا في تقدير عمر المخطوطات من خلال الحامل أو من خلال مادة الكتابة أو من خلال التجليد أو ما إلى ذلك، كدلالات فيما بعد تعين الباحث أو المحقق أو الموثق لمثل هذه المخطوطات على أداء مهمته على وجهه الأكمل أو بدقة عالية، حتى لا نترك جزء أو مكون من مكونات المخطوط دون أن يكون له دوراً في هذه المهمة التي نحن بصددها أو نحاضر من أجلها، وهي تقدير عمر المخطوطة. فإذا حتى طال يعني إذا طال بي الحديث نوعاً ما في هذا الجزء الخاص بحوامل المخطوطات ومواد الكتابة المستخدمة لتدوين مثل هذه الحوامل، فيعني اعذروني لأن هذه سيبنى عليها كثير من المعلومات التي ستفيدنا جميعا في تقدير عمر المخطوطات بشكل دقيق أو شبه دقيق كلما تيسر لنا ذلك. نرجع للحوامل، حوامل المخطوطات. تكلمنا عن الحوامل السيلولوزية، الجزء الثاني ويتعلق بما يسمى بالحوامل البروتينية. الحوامل البروتينية أي التي يكون البروتين هو المكون الأساس أو المكون الرئيس في هذه الحوامل. البروتين مادة حيوانية من مصدر حيواني تكون أو المكون الرئيس لجلود الكتابة المستخدمة كحوامل للمخطوطات التاريخية والأثرية، وهو هذا المكون دلالته عند تحليله أو اختباره بأي مادة كيميائية من الكواشف هو وجود الأحماض الأمينية اللي هي الأمينو أسيدز. يعني نقدر نقول إن البروتين عبارة عن سلاسل من الأحماض الأمينية التي ترتبط ببعضها البعض عن طريق ما يسمى بالروابط البيبتيدية اللي هي البيبتايد لينكج. هذه الروابط أو هذه المكونات لابد لدارس المخطوطات خاصة إذا كان من الصائمين أو من الموثقين أن يكون على دراية تامة أينما وكل له عمل، أن يكون على دراية تامة بمعرفة المكونات الرئيسة لمثل هذه المخطوطات سواء هي سيلولوزية ودلالتها مركب السيلولوز أو الجلوكوز عندما يحدث له ما يسمى بالتحلل المائي في عملية التلف، أو الأحماض الأمينية إذا كانت من الحوامل البروتينية. يعني إذا اختلط الأمر على موثق أو محقق في التعرف على نوع الحامل فلا بد أن يخضع هذا الحامل أو جزء منه بشرط أن يكون في أضيق الحدود أو بعيدا عن الكتابات والنصوص والزخارف لعملية التحليل باستخدام أحد أنظمة التحاليل للتعرف على هذا المكون. فممكن من الممكن أن يستخدم الأشعة تحت الحمراء، تقنية اسمها الـ FTIR، الأشعة تحت الحمراء بمعامل فورير، وهي خطأ معروفة لدى كثير من الباحثين يسمونها تقنية التحليل بالأشعة تحت الحمراء البعيدة. لا، اسمها الـ FTIR، التقنية التحليل بالأشعة تحت الحمراء بمعامل فورير، وهو الشخص الذي اكتشف هذه التقنية وطبقها في التعرف على المواد العضوية أو قياس ما يسمى بالمجموعات الفاعلة أو المجموعات الفعالة، وهي المجموعات التي يعني تتواجد في المكونات العضوية سواء من السيلولوز أو البروتين.
يبقى هذه التقنيه بتقيس لي المجموعات الفعاله ومن خلالها، من خلال طبعا امتصاصها او الويف لينسز بتاعتها اللي هي الاطوال الموجيه، اقدر اتعرف على نوع هذه المجموعات، ومن ثم التعرف على اذا كان من البروتين او من السيلولوز. هناك تقنيات اخرى زي تقنيه الرامان، الرامان سبكترومتري، او تقنيه الاشعه فوق البنفسجيه اللي هي الالترا فايلوت ريز، او الاشعه تحت الحمراء اللي هي العاديه جدا التقليديه اللي هي الاي ار، بالاضافه الى السكاننج الكترون مايكروسكوب ممكن استخدمه في التعرف على العناصر المكونه، وهنا ليست مجموعات او مجموعات فاعله او مركبات، العناصر اللي هي بتكون معظم المواد العضويه زي الكربون والاكسجين والهيدروجين والنيتروجين. طبعا النيتروجين يختص بالحوامل البروتينيه، بينما الهيدروجين والكربون والاكسجين تختص رغم وجودها في الحوامل البروتينيه لكنها هي الدلاله على الحوامل السيلولوزيه، عن طريق وحده الايدكس او التحليل العنصري بالاشعه السينيه الملحق بالسكاننج الكترون مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب او المجهر الالكتروني الماسح، وما الى ذلك من التقنيات المختلفه. احببت ان اوضح هذه النقطه عندما اريد التعرف على المكون إذا اختلط الأمر، خاصة أن بعض الرقوق تشبه في شكلها بعض الحوامل السيلولوزية رقيقة السم، فهنا يحدث خلط ما في التعرف على الحامل. فأردت أن أوضح هذا المنحى كي لا يختلط الأمر عند عملية التوصيل. من الحوامل البروتينية الشهيرة التي استخدمت كحوامل للمخطوطات، أولها الجلد، وده ترتيب تاريخي لها، الجلد أو ما يسمى بالقديم أو القديم أو الرقاع. الجلد الليزر باللغة الإنجليزية يختلف عن البارشمنت ويختلف عن الرق. الجلد يعني سمكه أعلى من البارشمنت أو الرق، وينتج أو يدبغ باستخدام جلود الحيوانات الكبيرة في الحجم أو الكبيرة في السن، وعندما يجهز للكتابة يحدث له أو يجرى له ما يسمى بعملية الدباغة التانينج. وعملية الدباغة، وده خلط حاصل في الأبحاث والدراسات المختلفة، أن عملية الدباغة يمكن أن يستخدم فيها ماء الجير أو يستخدم فيها العرق أو يستخدم فيها الدخان أو يستخدم فيها مركبات الفوسفات أو مركبات البرمنجانات. هذا خطأ شائع خطير جدا، ويكرره البعض في مجموعة من الرسائل والأبحاث، وللأسف الشديد أن بعض هذه الأبحاث تكبر في مجلات عالمية معروفة ولها اسمها الذي لا يخفى على القاسي ولا الداني، ولكن للأسف الشديد تكرر هذه الأخطاء. تانينج، وده المصطلح الإنجليش لعملية الدباغة لتجهيز الجلد لاستقبال سوائل الكتابة أو لأمور أخرى في صناعة الرداء مثلا أو صناعة الأحذية أو الشنط أو ما إلى ذلك، لا بد أن يستخدم لها ما يسمى بمركبات التانين أو الجالوتانين أو العرسوتانين اللي ذكرت في عنوان المحاضرة، تمام، اللي استخدمت في تجهيز بعض أنواع الأحبار الكيميائية الشهيرة أو التفاعلية السيمباسيتيك أنكس. الجلد ما يميزه بخلاف السمك وبخلاف مصدر الجلد هنا أنه يكتب على وجه واحد، يكتب على وجه واحد. الصفة الثالثة أنه معتم، يبقى سميك يكتب على وجه واحد معتم، تجرى له عملية دباغة حقيقية تانينج باستخدام مركبات التانين، ومن هنا أتى اسم الدباغة من استخدام المركبات المستخدمة في عمليات الدباغة، وهي مركبات التانين أو الجالوتانين أو العرسوتانين باللغة العربية. أما فيما يسمى، وطبعا ده كان من بدايات عصور الأسرات، يمكن من بدايات الدولة القديمة، أما في البارشمنت والرق فقد انتج لأول مرة ببداية أو بمطلع القرن الثاني قبل الميلاد، خاصة البارشمن يسبق الرق في الإنتاج أو الاستخدام كحوامل للكتابة. والنوعان سواء البارشمن أو الرق يتصفان بصفات متشابهة، وإن كان الرق
هو ما يرقق من البارشمين أو يقلل في السمك، ولذلك أطلق عليه الرق، وذكر في القرآن الكريم كحامل القرآن. تمام. البارشمين بالإضافة إلى أنه أقل سمكا من الجلد الصابت وأعلى سمكا من الرق، المرحلة الثالثة من جلود الكتابة، إلا أن لونه يكون مائلا إلى اللون الأصفر كما واضح من الصور أمام حضراتكم، بينما الرق يكون مائلا إلى البياض كما هو واضح أمام حضراتكم. الصفة الثالثة أن البارشمنت والرق يختلفان عن الجلد في استقبال سوائل الكتابة على وجهي، أي أنهما يستخدمان بوجهيهما في عملية الكتابة أو النسخ أو التدوين، بخلاف الجلد الذي يكتب على وجه واحد. استمر استخدامهم حتى حل محل البردي الذي ذكرناه من الحوامل السيلولوزية في مطلع القرن الثاني عشر الميلادي. فلا بد أن نعرف مثل هذه التواريخ أو الفترات التاريخية لبدايات استخدام الحوامل المختلفة، حتى يتسنى لنا بعد ذلك من تكوين قاعدة معلوماتية تعيننا فيما بعد على تحديد الفترات الزمنية. بمعنى أن شخصا أخبرني بأنه عثر على مخطوط من البارشمنت يعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد، طبعا هذا افتراء، هذا كذب محض، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في مثل هذا التاريخ، لأن أول استخدام كما ذكرت لحضراتكم هو ببداية القرن الثاني قبل الميلاد. لذا فإن معرفة مثل هذه الفترات التاريخية مهم جدا جدا لتحقيق غرض المحاضرة أو غرض التوثيق فيما بعد للتعرف على أو الوصول إلى عمر دقيق للمخطوط. يضاف إلى الحوامل البروتينية مثلما كان في الحوامل السيلولوزية النسيج، والمقصود هنا النسيج في الحوامل السيلولوزية عودة إليه هو ما صنع أو النسيج المصنع من الكتان أو القط أو نباتات مثل السيزال والمانيلا وما إلى ذلك من ألياف النباتات التي استخدمت في إنتاج النسيج، خاصة النسيج السيلولوز لو وضحنا هذا الكلام. هنا نوع آخر من النسيج لكن أصله بروتيني، وهو المستخرج من صوف بعض الأغنام أو شعر بعض الماعز أو بعض الحيوانات المعروفة كالجمال وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الحرير المستخرج أو الذي تنسجه دودة القص. أصله بروتيني لوجود البروتين والأحماض الأمينية في تركيب اليافي. إذن العامل المشترك بين الحوامل السيلولوزية والحوامل البروتينية هو النسيج، فهناك ما من النسيج ما هو سيلولوزي، وهناك من النسيج ما هو بروتيني كما وضحت لحضرتك. لم يقتصر الأمر على استخدام الحوامل العضوية السابقة سواء سيلولوزية أو بروتينية كحوامل للمخطوطات، ولكن تعدها إلى استخدام خامات ومواد أخرى وفرتها الطبيعة في ذلك الوقت لتسجيل الأحداث والعلوم والرسائل والفرمانات لبعض الملوك أو السلاطين، ومن بينها أو بدايتها اللخاف، وده اللفظ عربي يعني القطع الأحجار أو شقفات الأحجار أو كسر الأحجار التي دونت عليها بعض الأحداث أو الفرمانات أو القرارات أو المعلومات في ذلك الوقت، ومن بينها ما هو واضح أمام حضراتكم لمنظر مصري فيه نوع من التعبد أو تلاوة النصوص، ثم نوع من الأحجار بشكلها العادي جدا وكسرة أخرى من الحجر. كل هذه الأحجار يطلق عليها ما يسمى باللخاف، وهو أحد أنواع الحوامل غير العضوية، أي التي ليس فيها مصدرا أو مصدر نباتي أو حيواني كما في الحوامل البروتينية أو الحوامل السيلولوزية. وهذا نوع من الحوامل قد دون باستخدام إما أحبار الكربون أو استخدام
الطباشير الملون، نظرا لان بعض انواع الاحبار الاخرى ليس لها قابليه افينيتي للالتصاق او الاتحاد او الكتابه على مثل هذه الانواع من الاحجار. الجزء الثاني او الانواع الاخرى من الحوامل غير العضويه وهي ما تسمى بالاستراكه او الفخار البتري. الاستراكه وهي كسر الحجر ايضا، وهوضح الفرق، او كسر الفخار التي كانت تستخدم لتدوين معلومات سريعه او تدوين بعض الفقرات من بعض النصوص او كتب الموتى في مصر على سبيل المثال، او ما الى ذلك من النصوص المطلوبه، وهي توفر حامل سريع يمكن الاستعانه به في مواقع العمل كبناء الاهرامات او بناء المعابد او ما الى ذلك، او الرسائل او ما الى ذلك من الامور الاخرى المختصره والسريعه لتحقيق الغرض من عمليه الكتابه او التدوين او المراسله او ما الى ذلك، كفرض ضرائب او غيرها من المسائل المعنيين بها في ذلك الوقت. لكن اذا استخدم الحجر في الاستراكه فلا بد ان تكون شقفات قليله السم بخلاف اللخاف اللي بتبقى شقفاته او كسره سميكه الى حد كبير، على اقل تقدير تزيد السم عن كسر الاحجار المستخدمه لانتاج الاستراكه. اما الفخار فقد استخدم بصورته في شكل انيه تدون عليها نصوص، وليس ادل على ذلك من ما يسمى بالاواني الكانوبيه الكانوبيك جارس اللي استخدمت لحفظ احشاء الموتى والموجوده بجانب توابيت الموتى في مصر القديمه في مقابرهم عند عمليه الدفن لحفظ هذه الاحشاء من التلف او التعفن او التحلل او التلف البيولوجي فيما بعد، طبعا بعد حفظها بمواد مثل املاح النطرون وما الى ذلك من المواد التي لسنا بصددها الان. الفخار زي ما قلت استخدم في شكل انيه لتدوين النصوص عليها والكتابات، واستخدم ككسر لانتاج ما يسمى بالاستراكه. لذلك انا يعني اوردت الاثنين مع بعضهما البعض لتوضيح الفارق بينهما وبين اللخاف اذا ما استخدم الحجر للاستراكه او قطع سميكه او عظيمه السم، وفي هذه الحاله يطلق عليها اللخاف. وهنا يتضح الفرق ما بين اللخاف والاستراكه اذا ما استخدم الحجر لانتاجهما او لتنفيذهما لاستقبال سوائل او مصاحيق الكتاب. هناك نوع اخر من الحوامل، الحوامل العضويه التي استخدمت لتدوين بعض الكتب، ومنها بعض المخطوطات، ومنها طبعا على سبيل المثال العظم خاصه في صوره ما يسمى بالاكتاف، وهي طبعا الكتف يعني عظمه الكتف الصفحه الخلفيه من عظمه الكتف بعرضها بتبقى عريضه من الامام وتستضيق كلما نزلت الى اسفل، ويحدث فيها الخطاط او الناسخ بعض الثقوب لتعليقها او لعمل سلسله منها معلقه في خيط او حبل واحد للتسهيل او للتيسير في عمليه حملها ونقلها من مكان الى اخر. وكما هو واضح من الصور ان الحبر المستخدم في التدوين على مثل هذه الاكتاف حبر أحد أنواع أحبار العرس التنين المعدنية، خاصة ما يسمى بتانات الحديد أو الأيرن تانيت. بس النقطة دي يعني بتيجي بعد يعني مدة أو فترة من الخبرة بأنواع الأحبار عن طريق لنا حتى بعد البهتان أو التلف. كما هو واضح أمام حضراتكم هذه الأكتاف التي استخدمت من العظم. طبعا معروف أن العظم تركيبه الأساسي يختلف نسبيا عن الحوامل السابقة في أنه يتكون من مادة تسمى هيدروكسيد الأباتايت. هيدروكسيد الأباتايت المكون الرئيس بالإضافة إلى مركب عناصر مثل الكالسيوم والبوتاسيوم في تركيب العظام. هذه النقطة مهمة فيما بعد في إحدى الطرق المستخدمة
لتقدير عمر المخطوطات المدونة على مثل هذه العظام. يعني بمعنى صح سيرد لاحقا إن شاء الله أن هناك طرق تستخدم وتذكر في مراجع وكتب ومؤلفات أنها تستخدم لتقدير عمر بعض مواد الآثار غير المخطوطات أو على خلاف المخطوطات أو باستثناء المخطوطات، لكنها يمكن توظيفها في تقدير عمر بعض أنواع المخطوطات أو من خلال بعض حواملها مثل الأكتاف أو العظام كما هو واضح أمام حضراتكم. هذا أولاً. يبقى في عجالة تكلمنا عن حوامل المخطوطات السيلولوزية أو البروتينية كمصدر طبيعي أو مصدر عضوي، أو المواد غير العضوية اللي كلمنا فيها عن اللخاف والأسفراكة وكسر الفخار، أو مصادر مصدر آخر هو خليط ما بين العضوي وغير العضوي مثل العظام في شكل أكتاف كما تكلمنا عنها والمواد المستخدمة في التدوين. الجزء الثاني وهو الحبر أو مداد المخطوط. هنا يعني قبل أن أتكلم عن الحبر أو مداد المخطوط لابد أن نوضح الفرق. للأسف الشديد وما زال هناك إصرار على تسمية أو نعتي بعض أنواع الأمدة أو مواد الكتابة الملونة إذا ما استخدمت ولونت، أو الملونة إذا استخدمت لتلوين ورق أو ما إلى ذلك، أن هذه المواد يطلق عليها أحبار، وهذا خطأ شديد جدا بيقع فيه كثير من الاختصاصيين. ولكن كل ما كان بلون أسود واستخدم للكتابة يطلق عليه حب، بينما كل ما كان ملونا أو بلون غاير اللون الأسود فيطلق عليه مداد. إلا أن كل أنواع الأحبار يطلق عليها مداد، وعندما نطلق عليها مداد لابد أن نقول مدادا أسود. أما كل أنواع الأمدة الملونة لا يطلق عليها أحبار، تحقيقا لما قدمت من توضيح الفرق ما بين الاثنين، أي أن كل المواد الملونة المستخدمة كالسوائل للكتابة أو النسخ أو التدوين هي أمدة وليست أحبار، بينما كل المركبات أو السوائل السوداء التي استخدمت للنسخ والتدوين هي ما يطلق عليها أحبار. يبقى بخلاف اللون الأسود ليست هناك أحبار، ليست هناك أحبار. ممكن يعني حتى حبر الطباعة، دايما أقول مادة الطباعة الملونة أو حبر الطباعة، حبر الطباعة هنا المقصود به الذي يدخل في تركيب عنصر الكربون، يبقى لونه أسود. لو أنا استخدمت حبر مسحوق العظام بعد حركي أو تكليسي هذا حبر أسود. وعندما أقول حبر لا ألحق كلمة أسود، لأن الحبر ليس له لون آخر بخلاف اللون الأسود. يبقى أقول حبر أو مداد وأنعته، يعني أقول حبر واصمت، إنما عندما أتحدث عن مداد أقول مداد أسود أو مداد أخضر أو مداد أصفر أو مداد مثلا لو سميته أسماء المواد، مداد الزونغفر، مداد السينبار، مداد الفيرميليون، مداد الكوكنيم، مداد الذهب أو المداد الذهبي، وهنوضح هذا الفرق ما بين الاثنين. المهم إن هناك خلط ما بين هذين المصطلحين بشكل يعني غير دقيق، ويرد مرارا وتكرارا في الأبحاث والدراسات والأطروحات المختلفة في كافة المجالات بشكل خاطئ، نرجوه انتهاء في قادم الأيام بمشيئة الله تعالى. تعريف طبعا الحبر أو المداد أو مادة الكتابة أو مادة الزخرفة هي المادة المحمولة، لو عدنا للشكل أو التركيب الفيزيائي للمخطوط. فلو تناولناه أنا تناوله من خلال أربع محاور. المحور الأول وهو يتعلق بما يسمى بالأمدة السوداء أو الأحبار. هنا لما ذكرت الأمدة
نعتها بالسوداء أو وصفتها بالسوداء، لابد عندما أذكر مداد أن أوصفه كما قلت وكما أسلفت، لابد أن يكون له صفة، مداد إيه؟ مداد أسود، مداد أخضر، مداد أصفر، أو مداد بأسماء المواد كما سيرد في السطور القادمة إن شاء الله. أما إذا ذكرت الأحبار فليست في حاجة أو بحاجة إلى وصف، لأن ليس لها لونا غير اللون الأسود. الجزء الثاني وهي الأمدة الملونة، ولذلك حتى تذكر في اللغة الفارسية أو بعض الدراسات العربية باسم مداد، حتى في اللغة الإنجليزية، حتى أن الباحثين الأجانب يذكرونها تحت مسمى المداد. أما الجزء الثالث ويتعلق بمواد التذهيب الجيلدينج ماتيريالز، ودي نوعان، نوع منها يستخدم فيه الذهب الخالص، عنصر الذهب الخالص النبيل، ونوع آخر يستخدم فيه مركبان لإنتاج لون ذهبي لا علاقة له بالذهب من قريب أو بعيد. الجزء الرابع ويتعلق بملونات المنمنمات المينيتشرز كالورينز، وهذه هي الأمدة الملونة، ولكن اختلاف الغرض أطلق عليه أو نعتت بملونات المنمنمات، لكن لا فرق ولا اختلاف بين الأمدة الملونة وملونات المنمنمات، هي نفس المواد، هي بنفس المكونات، هي بنفس المواد الرابطة المستخدمة مثل الصمغ العربي وما إلى ذلك من المواد الرابطة. قبل أن أتناولها بالتفصيل لابد أن أذكر أو أتعرض لنقطة مهمة جدا، وهي أن أي مادة للكتاب لابد أن تتكون من مكونات رئيسية ثلاث. المكون الأول وهي مادة اللون، سواء هي من اللون الأسود أو اللون الأخضر أو الألوان الأخرى، يعني أنا يعني لست بصدد أن أنا أذكر معظم الألوان، ولكن أنا بوضح مادة اللون الكالرينج ماتيريال أيا كان لنا، ده المكون الأول من مكونات أي مادة للكتابة أو للزخرفة أو لتنفيذ المنمنمات أو حتى لعملية التزيين. يبقى المكون الأول مادة اللون، سواء هي من الذهب، سواء هي من الكربون، سواء من هي من مركبات العفش وتنين، سواء هي من مركبات أخرى بيجمنتس غير عضوية، دي تسمى مادة اللون. بعضها مباشر يعني مصاحيح مباشرة تخلط مباشرة، وبعضها ينتج عن تفاعل كيميائي كما في أحبار العفش والتنين المعدنية اللي هنوضحها فيما بعد. المكون الثاني وهو مادة المذيب، حتى أنني يمكن أن أطلق على مادة اللون مادة المذاب اللي هو السوليد، أو مادة المذيب المكون الثاني مثل الماء مثلا على سبيل المثال، أو الأمونيا أو الخل أو النبيذ أو ما إلى ذلك من السوائل التي استخدمت كبيئة لحدوث التفاعل الكيميائي بين مكونات أحبار العرش والتنين المعدنية بصفتها أحبار كيميائية تتفرد بصفتها ومكوناتها عن بقية الأحبار أو الأمدة المختلفة، خاصة أنها أحبار تنتج عن تفاعل كيميائي لا شك في ذلك. المكون الثالث وهي المواد الرابطة، المواد الرابطة البايندرز. المواد الرابطة لها وظيفتان، الوظيفة الأولى ربط حبيبات مادة اللون في المذيب اللي هو المية، ثم ربطها فيما بعد بحاملها عندما تستخدم للكتابة أو الزخرفة. يبقى لها وظيفتان، الوظيفة الأولى ربط حبيبات اللون أو مادة اللون في مذيبها ببعضها البعض، ثم ربطها مرة أخرى كمادة لاصقة بسطح الحامل أيا كان من حوامل سلولوزية أو بروتينية لصقا جيدا حتى لا تنفصل عن حواملها فيما بعد، خاصة إذا كانت أحبار محضرة بشكل مباشر كما قلت، ولم تنتج عن تفاعل كيميائي كأحبار العفش والتنين المعدنية، لأن من صفات أحبار العفش والتنين المعدنية أنها تتحد بحواملها
اتحادا جيدا، نظرا لانها تتفاعل او ترتبط بها عن طريق ما يسمى بالروابط الايونيه، بالروابط الايونيه في الكيمياء. ده المكون الثالث. يعني اود ان اذكر هنا نقطه مهمه جدا، تدعى المذيبات بوسائط الانتشار، وتدعى المواد الرابطه المكون الثالث بوسائط الربط. فهذا ليس فيه خلاف. والمقصود بوسائط الانتشار هنا اي ان المذيب يساعد على نشر وتفكيك ماده اللون حتى الحصول على لونها. فهنا تسمى ماده نشر حبيبات اللون، ولذلك تسمى وسائط الانتشار. وسائط الربط هو وسيط ايضا، ولكن له مهمه اخرى تتلخص في وظيفتين اللي ذكرتهم لحضراتكم، وهي ربط حبيبات اللون داخل المذيب او وسيط الانتشار، ثم ربطها بحواملها فيما بعد اذا ما استخدمت للكتابه او النسخ او التدوين فيما بعد، او لعمليه الزخرفه او التزيين. اول انواع الاحبار، اول انواع الاحبار. وطالما اتكلمت عن احبار، انا لا اذكر اللون الاسود، فهي سوداء بطبيعتها وفي تسميتها او في تقنياتها. من الجانب التقني هي كل مركبات او سوائل الكتابه ذات اللون الاسود. اولها على الاطلاق ترتيبا تاريخيا هي احبار الكربون، الكربون انك، ثم الأحبار الكربونية الكربونيكيس إنكس. وللأسف الشديد أن هذين النوعين يتم الخلط بينهما خلطا متعمدا أو غير متعمد، نظرا لقلة المعلومات أو افتقار القائم بعملية الدراسة إلى معلومات تؤكد لو أن هناك اختلاف ما بين الاثنين، وسأوضح لحضراتكم بالصور وبالمعلومات. أحبار الكربون هي الأحبار التي يتم تجهيزها، وهنا لن أقول صناعة، لأنها تتم بشكل مباشر باستخدام مسحوق الكربون الخام الكيميائية، ثم نشره في المذيب اللي هو زي المية، ثم إضافة مادة رابطة إليه لتعينه على ربط حبيباته التي لا تذوب في الماء نظرا لخمولها الكيميائي، ثم ربطها بحواملها فيما بعد. أما الأحبار الكربونية هي تحتوي على عنصر الكربون، ولكن ليس عنصر الكربون هو المكون الرئيس في تكوينها. يصاحب مجموعة من مواد الكربوهيدرات أو المواد البتروكيماويات أو مواد البترولية على سبيل المثال، في بعض أنواع اللي تحتوي على البيتومين، أو المستخلصة من بعض أنواع الأسماك مثل سمكة الحبار المعروفة سكويد، أو أحبار أو أسماك السيبيا، ولذلك يطلق عليه حبر السيبيا، ودي بتحتوي على مجموعة من الفوسفات المصاحبة للكربون. أي أن أحبار الكربون من عنصر الكربون الخالص، أما الأحبار الكربونية فهي من عنصر الكربون المصاحب بمكونات أخرى حسب نوع الحبر. حتى أن أحبار الكربون تتصف نظرا لخمولها الكيميائي فإنها لا تبهت بتعرضها لعوامل الأكسدة من الضوء أو الحرارة أو ما إلى ذلك من مسببات الأكسدة. أما أحبار، وهي أمام حضراتكم، أحبار الكربونية الكربونيكس إنك زي حبر البيستر، تمام، أو بيسموه في اللغة العربية بحبر السخان. هذا النوع من الحبر يتلف أو يبهت بتعرض الأكسدة نتيجة تلف مادة البيتومين المصاحبة لعنصر الكربون، بينما أحبار الكربون لا تبهت على الإطلاق لخمول مادتها الرئيسة من عنصر أو مسحوق الكربون الذي استخدم في تحضيرها سابقا. أنواع الأحبار سميت بمسميات كثيرة، منها الحبر الصيني Chinese ink، أو الحبر الشيني، أو الحبر الهندي، وكلها لاسم واحد. حبر أسود العاج كما قلت قبل كده بعد حرك العاج، أو حبر أسود العظم بعد حرك العظم وتكليسه، وحبر السخام اللي وضحته لحضراتكم، وبعض الأحبار الشرقية
اللي هي زي حبر مثلا مثلا لبان الكندر، او حرك نوى البلح، او قلوب الاقاص البرقوق او ما الى ذلك، كلها هذه تكون ما يسمى باحبار الكربون والاحبار الكربونيه. لكن لازم نتفق على ان احبار الكربون من عنصر الكربون الخالص، بينما الاحبار الكربونيه فهي من الكربون المصاحب لمركبات اخرى كمركبات البيتومينات او مركبات الفوسفات وما الى ذلك، بالاضافه الى مواد الرخوه او لزجه تنتج اثناء انتاج نوع من الاحبار زي حبر مثلا السيبيا اللي هو من سمكه الحبار. هذه الاحبار هي اول احبار كتابه استخدمت في التاريخ. يذكر البعض ان حبر الكربون على سبيل المثال اكتشف لاول مره سنه 3000 قبل الميلاد في الصين، وفي مصر في منتصف القرن الثلاثين، أي بعد الصين بأكثر من 500 عام، ولكن هذا غير دقيق. المقصود هنا أن عنصر الكربون أو أسود الكربون قد اكتشف في الصين لأول مرة سنة 3000 قبل الميلاد، لكن لم يرد استخدامه لإنتاج أحبار الكربون. أما التاريخ اللي هو 2400 قبل الميلاد بالنسبة لأحبار الكربون في مصر، فهو من يقيني أنه بداية لاستخدام أو إنتاج أو تحضير أحبار الكربون لأغراض الكتابة على البرديات أو ألياف البردي. ده فيما يتعلق بالجزء الأول من الأحبار، وهو ما يسمى بالأحبار الكربون أو الأحبار الكربونية. ماذا يعرف الحبر الخليط أيضا في الأبحاث والدراسات؟ الأبحاث والدراسات تذكره تحت مسمى الحبر الحديدي كربوني أو الكربوني حديدي للأسف الشديد، ولكن لا يمكن أن نطلق عليه الحديدي كربوني أو الكربوني حديدي، فهو ليس أو لم ينتج هذا النوع من الحبر عن طريق خلط ما بين نوعي الحبر بشكل مباشر أو بشكل مصطلح عليه، يعني عارفينه الخلط المباشر بين هذا المكون، يتم تحضير حبر الكربون اولا ثم احبار العش وتنين المعدنيه ثم يخلطها، لا 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 لم يكن هكذا. ولكن نظرا لعيوب حبر الكربون، وده السبب لانتاج الحبر الخليط، نظرا لانتاج لعيوب حبر الكربون التي تتمثل في عدم ثباته للجو الرطب، فانه يدمى، يحدث له ما يسمى بالبليدنج او النزيف لمكون لحبيبات الكربون. كما قلنا سابقا أن حبيبات الكربون أو جزيئات الكربون أو عنصر الكربون عنصر خامل كيميائيا لا يتفاعل، وعندما يضاف له المادة الرابطة فإنه يلتصق ولا يتفاعل مع ألياف السيلولوز أو البروتين أو أي نوع من الحوامل التي تقدم ذكرها. لذلك نظرا لعدم ثباته في الجو الرطب عن طريق أن الماء يفكك الوسيط الوسيط الرابط، وطالما فكك الوسيط الرابط تفككت حبيبات الكربون وأصبحت غير مترابطة فتنزف وتدمى خارج خطوط الكتابة، حتى أن المختصين يسمون هذا الاصطلاح باصطلاح الشلفطة، أي أن الحبر يحدث له ما يسمى بالشلفطة أو السمادجينج بمعنى أصح، اللي هو التلطخ، تلطخ الحبر نتيجة تعرضه لقدر عالي من الرطوبة، فكك وسيطه الرابط سواء من الصمغ العربي أو الغراء الحيواني، ثم أصبحت حبيبات الكربون غير مترابطة، لذلك تسمى ما يسمى بالتلطخ أو شلفطة أو النزيف. ده أول عيب من العيوب. العيب الثاني أن أحبار الكربون في جو جاف تتصلب عن طريق تصلب المادة الرابطة أو الوسيط الرابط، وبناء عليه عندما يزيد الجفاف تنفصل هذه القشور المتصلبة بعد أن يحدث لها ما يسمى بالكراكينج اللي هو التشقق نتيجة هذا الجفاف الشديد وهذا التصلب الشديد، ولذلك تنفصل في شكل قشور عن حواملها التي استخدمت لتدوينها. لهذين العيبين أو السببين أنتج الحبر الخليط. كيف أنتج؟ أن استخدموا مادة، ودي نقطة لنقاش جاي مهم جدا هذا النقاش، عدم ثباتها سواء للجو الرطب أو الجو الجاف دعا
الخطاطين أو النساخين لمعالجة هذا الأمر بإضافة مادة كبريتات الحديدوز، وهي المستخدمة في أحبار العفص والتنين المعدنية، أحد المكافئات المعدنية هنشرحها فيما بعد. ثم بعد ذلك وجدوا أن التصلب قد زاد، فأضافوا مادة أخرى هي مادة العفص أو مخلوط العفص أو خلاصة العفص، وده مستخلص نباتي من أشجار البلوط هنشوفه إن شاء الله في السطور اللي جاية. هاتين المادتين تتفاعل مع بعضهما البعض معطية غلافا مغلفا لحبيبات الكربون، مانعا لها من التأثر بالجو الجاف أو الجو الرطب، لكنها لا تتفاعل. كما قلت لحضراتكم أن الكربون عنصر خام لا يتفاعل على الصعيد الكيميائي، لذلك هاتين المادتين لا يتفاعل مع عنصر الكربون، ولكنهما يتفاعل مع بعضهما البعض مكونا سياجا أو حائط صد لحدوث أي تفكك للوسيط الرابط أو لحبيبات الكربون، وهذا ما يسمى بالحبر الخليط، ما يسمى بالحبر الخليط، أو اللي هو خليط ما بين حبر الكربون بشكل مباشر ثم إضافة إحدى المادتين أو المادتين معا اللي هي كبريتات الحديدوز كمكافئ معدني، وأحد مركبات أو أحد مكونات أو مصادر العفص والتنين المعروف بالعفص أو الجال. هذا النوع من الحبر يختلف عن أحبار الكربون وعن الأحبار العفص والتنين المعدنية في صفة مهمة جدا. أحبار الكربون عندما تجف وتنفصل في شكل قشور فإنها لا تترك أثر على حاملها، وإذا حدث لها ما يسمى بالشلفطة والبريدنج تحدث ما يسمى بالتلطخ أو التبقع باللون الأسود المتمثل في حبيبات الكربون المذابة في مصدر الرطوبة اللي تسبب في تفكيك حبيبتها. أما حبر الخليط يختلف أيضا عن أحبار العفص والتنين المعدنية. أحبار العفص والتنين المعدنية رغم ثباتها وتفاعلها مع الياف الحامل إلا أنها تتأكسد على عكس أحبار الكربون وتتحول إلى اللون البني أو البني المائل للصفرة أو الأصفر أو الأصفر الباهت جدا إلى أن يتلاشى الحبر تماما. وأكيد حضراتكم لمن يعمل في مجال المخطوطات يرى بعض المخطوطات أن كتابتها بلون بني وأخرى بلون أصفر وأخرى قد اختفى الحبر وتلاشى تماما نتيجة استمرار عمليات الأكسدة بشراستها المعهودة لمثل هذا النوع من الأحبار لتوفر الأيونات المعدنية المتمثلة في عنصر الحديد على سبيل المثال أو النحاس أو الزنك أو ما إلى ذلك كما سيتضح لاحقا. لكن الحبر الخليط في هذه الحالة فهو عوان بين ذلك، أي ينفصل في شكل قشور لكن بدرجة أقل من أحبار الكربون، لكنه يترك أثراً ليس بقدر الأثر الذي تتركه أحبار العفص والتنين المعدني. وهذا الأثر الذي تركه الحبر الخليط يتمثل في المادة المتبقية من تفاعل كبريتات الحديدوز والعفص أو خلاصة العفص اللذين استخدما لعلاج عيبي أحبار الكربون كما ذكرت لحضراتكم، وهو واضح في الصورة أمام حضراتكم هنا، ودرجة لونه بتبقى بين اللون الأسود وما بين اللون البني الداكن. طبعا لم تتضح النقطة اللي أنا بتكلم عليها في حتة الانفصال. هذا النوع من الحبر في دار الكتب والوثائق القومية عندنا مصحف كان له مشروع كبير جدا في دار الكتب وأنقذوه، وكان له احتفالية كبيرة، وهو أحد المصاحف العثمانية النادرة مدون بأحبار الخليطة، لدرجة للأسف الشديد يعني كنا في زيارة هناك وكان يتخيل أو الناس تتخيل أن هذا النوع من الحبر هو حبر الكربون، أو الناس تانية قالت أنه هو أحبار العفص والتنين المعدنية، لكنه أحد أنواع الأحبار الخليطة. الأحبار الخليطة أول إنتاج أو أول معالجة لإنتاجه على هذا النحو كانت في بدايات أو منتصف القرن الأول قبل الميلاد،
أو تحديدا أول دليل لاكتشافه هو سنة 25 أو وثائق تعود لسنة 25 قبل الميلاد. وهنا تكمن المشكلة في النوع السادس، وهي أحبار العرس والتنين المعدني. وكما ترون حضراتكم، عشان دي نقطة أنا مهمة جدا، وبالإثبات وبالصور هنوضح إيه الإشكالية في الموضوع ده. أحبار العرس والتنين المعدنية ذكروا جميعا أنها اكتشفت بعد اكتشاف الحبر الخليطي. طب كيف ذلك وأن المكونين الرئيسين لهذه النوعية أو هذا النوع من الأحبار، أحبار العرس والتنين المعدنية، وهي كبريتات الحديدوس كأحد أنواع المكافئات المعدنية، وخلاصة العرس كأحد مصادر مركبات التنين التي لها قابلية للاتحاد أو التفاعل مع الأملاح المعدنية، كيف علم وقتها أو علم وقتها أن هذين المكونين لهذا النوع من الحبر يفيدان أو يتفاعلان مع بعضهما البعض في علاج أحبار أو عيوب أحبار الكربون، إلا إذا كانوا على يقين بخواص هذه المواد المركبات؟ من أين عرفوا؟ من خلال تحضير هذا النوع من الحبر. حتى أن هيرودوت رغم أن بعض نصوصه مشكوك فيها، رغم أنه ذكر أن المصريين القدماء كانوا يصبغون البردي أو ألياف البردي بغمس البردي في مادة يتوفر فيها التنين من أي مصدر نباتي، ثم ببرادة الحديد أو باستخدام أي مصدر من مصادر الحديد ليصبغ البردي باللون الأسود. يبقى كانوا على دراية تامة بخصائص هاتين المادتين أنهما يتفاعلان مع بعضهما البعض، ومن ثم استخدم في علاج ما يطرأ على أحبار الكربون عندما تتعرض لجو الجاف أو جو الرطب. لذلك أول تاريخ على خلاف ما ورد بالأبحاث والدراسات هو ببداية القرن الثاني على أقل تقدير، بداية القرن الثاني قبل الميلاد، رغم أن الدراسات المختلفة تذكر أن هذا النوع من الأحبار قد استخدم في بدايات أو بدايات التاريخ الميلادي من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وهذا يحتاج إلى قرائن مادية تثبت هذا الطرح، وأنا على يقين أنه استخدم قبل الميلاد ولم يكن يستخدم ببداية التاريخ الميلادي كما ذكر في الدراسات والأبحاث المختلفة. هذا النوع من الأحبار، وهو من الأحبار الكيميائية، فصيلة كبيرة جدا أو طائفة كبيرة جدا من الأحبار على غير العادة، تذكر حتى في الأبحاث المختلفة تحت ما يسمى بالآيرن جالينج، أي أن الحديد هو المكافئ المعدني الوحيد، وهذا خطأ ويتضح أمام حضراتكم بالصور. قال أن العفس هو المكون أو المصدر الوحيد لمركبات التنين، هذا خطأ كبير. لماذا؟ لأن الحديد لم يكن المكافئ المعدني الوحيد المستخدم كمكافئ أو كمصدر للفلز للتفاعل مع أحد مركبات التنين، ولم يكن العفس كذلك المركب أو المصدر الوحيد لإنتاج هذا النوع من الأحبار، وكما هو واضح أمام حضراتكم. تكلمت عن العفس، هو في الصورة التي يشار إليها في السهم. النوع الآخر برضو من العفس، دي أنواع أخرى من العفس، لحاء جوز الكستر أو الكستناء، هذا نوع آخر من مصادر التنين. البلح كابلي أو الميروبلن أو الإهليليك أو الهليليك، وهو أحد أنواع مصادر مركبات التنين. يبقى هنا نثبت، وفي أكثر من هذا، الأوبسنتين أو لحاء شجر البلوط، لحاء بعض أنواع الأشجار، كؤوس البلوط، أنواع أخرى من المصادر لمكونات التنين، كل هذه المصادر قد استخدمت، وليس فقط العفس هو المستخدم الرئيس أو المادة الرئيسة لإنتاج هذا النوع من الأحبار. الجزء الثاني ويتعلق بالمكافئات المعدنية اللي هي الميتاليك إيكوفالنت، دي كلها كانت مكونات مختلفة فضلت على بعضها البعض في بعض الفترات التاريخية أو لأسباب تقنية في إنتاج نوع معين من الأحبار. أشهر هذه المكافئات المعدنية المسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا الطرح الخاطئ هي
هي ما يسمى بالفرة السلفيت أو كبريتات الحديدوز، وهي اللي بيشير إليها السماء أمام حضراتكم. ثم من المكافئات المعدنية الشهيرة جدا ما يسمى بكلوريد الحديدي، بكلوريد الحديدي الأسود أمام حضراتكم، وخاصة عندما تكون هناك الرغبة في الحصول على لون داكن نسبيا أو غير قابل لعملية الأكسدة التي تعاني من الأحبار التي يدخل في تركيبها نوع مكافئ معدني مثل كبريتات الحديدوز. النوع الثالث وهي كبريتات النحاس أو الكالكانسايت كحجر طبيعي استخدم كمكافئ معدني. هذه ثلاثة أمثلة، لكن هناك مثلا على سبيل المثال الزنك سلفيت اللي هي كبريتات الزنك، ممكن نقرات الفضة استخدمت السيلفر نيتريت استخدمت كمكافئ معدني، الهيماتايت أو أكسيد الحديدي أو الأكسيد الحديد الأحمر استخدم كذلك. أي مصدر من مصادر الحديد أو مصدر من مصادر النحاس أو الزنك وهما المستهدف وهي العناصر المستهدفة في الأساس كانت تستخدم كمكافئات معدنية لإنتاج مثل هذا النوع من الأحبار. لذلك لا يجب علينا أن نختصر هذا النوع من الأحبار في الأيرن جال إنك كما يرد في الأبحاث والدراسات المختلفة. هنا هذه الصور لهذه المستخلصات أو المركبات المستخلصة من المصادر الخام لمركبات التانين، فهذا ما يسمى بالتانيك أسيد أو حامض التانيك، وده الجاليك أسيد اللي هو لونه أبيض مونوهيدرايت يعني عديم جزيئات المية مستخلصة منه المية. ثم طبعا اسف ده الجالوتانيك اسيد اللي هو الخليط ما بين الاثنين، ده الجاليك اسيد ثم التانيك اسيد او حامض التانيك اللي هم لو اختلطا مع بعضهم البعض كون ما يسمى بالعفو التانين، بالاضافه الى حاجه تانية اسمها الايلاجيك اسيد والبيروجالول وما الى ذلك من المستخلصات التي يتم استخلاصها كيميائيا من مصادرها التي ذكرت سلفا. البعض يختصر إلى الأحبار الحديدية، وهي من الأخطاء الشائعة أيضا في هذا المجال. في الأسفل مجموعة من المواد الرابطة، المواد الرابطة التي استخدمت كمواد الرابطة تربط حبيبات اللون داخل المذيب ثم تربطها بحاملها كما تقدم سلفا. أولها ما يسمى بصمغ الكثيرة أو الكثيرة أو الأسترغالس أو اللي هو معروف لدينا في الدراسات المختلفة بالحبر بالأسف بالصمغ الإيراني أو الأنزروب أو الأنزروب. النوع الثاني على شجر الأكاسيا شجر الصمغ، النوع اللي هو الحبر بالأسف الصمغ العربي الجوم أرابيك. ثم غراء ما يسمى شرائح غراء السمك المعدة كوسيط الرابط، ثم غراء الكازين من الجير واللبن، ثم الغراء الحيواني الانيمال جلو في شكل حبيبات او في شكل بلورات بعد طبعا اذابه القصاصات الجلد او الغضاريف في الحيوانات وانتاج الغراء الحيواني منها، وده كان احد اشهر انواع الوسائط الرابطه او وسائط الربط لانواع من احبار الكربون مثل الحبر الشيني او الصيني الذي تقدم سلفه في احبار الكربون والاحبار الكربون. هذه بعض الامثله من الوسائط الرابطة. لذلك نرى أن في هذا التخطيط أن أحبار الجالوتانين أو العفو تانين المعدنية كما يتضح أمام حضراتكم تتكون من مكونات ثلاث وهي شأنها شأن الأحبار الأخرى: الوسيط المذيب السولفنت زي المية والخل كما قلنا كما تقدم، المواد المذابة السوليوتس هي منها مواد أساس اللي هي مركبات العفو تانين والأملاح المعدنية، ومواد ثانوية مثل الإضافات أو المحسنات اللونية أو محسنات الخواص أو المواد المعطرة وما إلى ذلك من مكسبات اللون والرائحة والمظهر. في المكون الثالث الرئيس وهو الوسيط الرابط الباندر زي الأصماغ والغراءات اللي احنا ذكرنا منها بعض الأمثلة في الصور اللي تقدمت. ولكن في نقطة مهمة هنا جدا، أحبار العفو تانين المعدنية باختلاف طوائفها أو أنواعها لا قد لا تحتاج إلى استخدام وسيط رابط مثل ما هو الحال مع أحبار الكربون والأحبار الكربونية والأمدان الملونة، لأنها لا تتفاعل مع الحامل، فلذا تحتاج إلى ما يشدها لحاملها أو يلصقها بحاملها لصقا جيدا. أما أحبار العفو التانين فهي أحبار كيميائية تفاعلية
تتفاعل فيما بين مكوناتها عند تحضيرها أو صناعتها. هنا أقدر أقول صناعات، نظرا لأنها عملية كيميائية بحتة يتم فيها تفاعل المكونات الأساسية من مركبات العنصر التنين والأملاح المعدنية في بيئتها من المذيب. ويمكن إضافة، الوسيط الرابط إذا ما كنا في حاجة إليه، أو إذا ما فضلنا خاصة أنه يزيد من دكانة اللون أو عمق اللون أو درجة اللمعان. بينما في الأحبار الأخرى هو هو مكون رئيس لا بديل عنه ولا غنى عنه لإنتاج مثل هذه الأحبار. نماذج لإثبات أن العفص ليس المصدر الرئيس، وإلا كانت كل الكتابات عندما تبهت إلى درجة لون واحد، لكنها تبهت إلى درجات ألوان مختلفة كما هو واضح أمام حضراتكم، نتيجة اختلاف المكون من مركبات التنين المستخدمة أو المصدر المستخدم لمركبات التنين. فنجد في الصورة العلوية هنا أن النوع الحبر من أحبار العفص والتنين المعدنية ما يسمى بجالات الحديد على سبيل المثال. إذا كان المكافئ المعدني من الحديد ويتميز بأنه يميل إلى اللون البني المائل للرمادي، البني المائل لدرجة الرمادي كما واضح أمام حضراتكم. أما إذا كان من خليط حامض التانيك وحامض الجالي فهو ما يسمى بجالوتانات أو عفصوتانات الحديد، إذا ما استخدم الحديد كمكافئ معدني. وهذه تبهت عندما تتعرض للأكسدة إلى درجة اللون الرمادي كما هو واضح أمام حضراتكم. أما النوع الثالث إذا ما استخدم حامض التانيك أو مادة غنية بحامض التانيك أو النسبة العالية من حامض التانيك فإنها تنتج نوعا من الحبر كما هو واضح في المخطوطتين، عندما يبهت يتحول إلى درجة اللون البني الصريح. هو غير واضح في هذه المخطوطة لكنه واضح هنا تماما. لذلك هذا المحور الذي يصنف ما بين جالات الحديد أو عفص تانات الحديد أو تانات الحديد، وده إثبات إن العفص مش هو المكون الأساسي كما يرد بشأن إصطلاح حبر العفص الحديدي، لكنها هي مجموعة من المكونات التي تعطي درجات لون مختلفة عند تعرضها لعمليات الأكسدة بأي من محفزاتها أو بأي من مسبباتها، لأن هناك طبعا فرق ما بين المسببات والمحفزات. المحفزات زي الأيونات المعدنية مثلا أو الفانكشنال جروب اللي هي المجموعات الوظيفية في المواد العضوية من الحوامل، أما المسببات زي مثل الضوء أو الحرارة أو ما إلى ذلك من المسببات التي تسبب عمليات الأكسدة، والتي ينتج عنها الحبر مظهر جلي واضح في المخطوطات المختلفة، والذي يتلخص في بهتان فيدينج، درجة لون الحبر إلى درجات متباينة وليس درجة واحدة، حتى يتسنى لنا إثبات أنه لا يختصر في ما يسمى بالآيرن جال إنك كما تقدم. وده هيفيدنا في تحديد الفترات الزمنية عندما نقدر عمر مخطوط، لأن هذه المكونات لم يعني بمعنى أصح لما لقيها بهذا الشكل هي استخلصت في وقت لاحق قبل اكتشاف هذا النوع من الأحبار. يعني عندما اكتشفت الأحبار فإن صفاتها كلها عندما تبهت إلى اللون الرمادي. لماذا؟ لأن استخدمت فيها المصادر الخام كمصدر للتانين، والمصادر الخام تحتوي على كلا الحامضين اللي هو التانيك أسيد والجاليك أسيد، لذا فإنها تبهت إلى اللون الرمادي. بينما في وقت لاحق اتضحت هذه النقطة في العصور أو البدايات التاريخ الميلادي، اتضح أنه بعد أن تمكنوا من استخلاصه ويتم استخلاصه بطريقة عادية جدا بعمليات التخمر والترسيب وكيميائيا حاليا باستخدام بعض أنواع الأجهزة، فإنها بدأت تتلف أو تبهت إلى درجات ألوان أخرى لم تكن معهودة في السابق. الأميدة الملونة، وهنقولها باختصار عشان وقت المحاضرة، الأميدة أي مادة من مواد اللون سواء هي حمراء أو خضراء أو صفراء أو بنية أو سوداء أو بيضاء، أي مادة. ما أنا ممكن أطلق سودين أميدة ملون وبستخدمه في عملية الزخرفة ليس قاصرا على الحب. المداد الملون هي أي مادة مباشرة سواء عضوية أو غير عضوية، مساحيق أرضية بما يطلق عليها البيجمنتس أو دايس صبغات
من مصادر نباتية أو حيوانية، تخلط خلطا مباشرا بمادة المذيب، بعضها يذوب فيها في المذيب وبعضها لا يذوب، إما أن يعلق يسمى يكون ما يسمى بسسبنشن أي معلق، ما أقدرش أقول عليه محلول المداد، ما أقدرش أقول عليه محلول إلا إذا ذابت المادة المذابة اللي هي مادة اللون في المذيب، هنا أطلق عليه محلول سوليوشن، إنما هنا معلق. لذلك لما يعني حتى القدماء لما عرفوا إن ده معلق نتيجة خمول عنصر الكربون أو ترسيب بعض المواد الأرضية المستخدمة في إنتاج المداد الملون، فهموا أن ذلك يحتاج إلى استخدام وسيط رابط بدرجة ملحة لربط أو لمنع الترسيب أو لمنع تعليق حبيبات اللون، خاصة في فيما يتعلق بعنصر الكربون على سطح المذيب، وربطها ببعضها البعض ثم ربطها بحواملها كما اتضح وأن ذكرنا وظائف أو وظيفة المادة الرابطة المكون الثالث من مكونات أي مادة كتابة أو مادة زخرفة أو مادة تزييف. الأمدة الملونة وهي كثيرة جدا وقاعدة عريضة جدا جدا تحتاج إلى دراسات وأبحاث، منها طبعا ما هو عضوي ومنها ما غير عضوي. العضوي مصدره إما حيواني أو نباتي، والغير عضوي مصدره أرضي. فلو ذكرنا على سبيل المثال من المواد الملونة الحمراء، المواد الملونة السلكون، وهو كما هو واضح أمام حضراتكم حتى عندما يتأكسد إلى درجة اللون البرتقالي الفاتح أو الأصفر المائل إلى البرتقالي. ممكن السينبار في الأجزاء القرنفلية هنا، أو ممكن الكوكنيل نفس الكلام، ممكن تبقى في الأجزاء اللي هي الحمراء المائلة إلى اللون القرمزي، خاصة أنه من مصدر حيواني من حشرة الكرمز. أحمر الفوة أو صبغة بيسموها صبغة الفوة أو فوة الصباغين أو الصبغة الركودية بتاعت الأحواض وما إلى ذلك من الأسماء المختلفة. ومصادر نباتية زي أحمر شقائق النعمان نبات، خشب البقم اللي هو اللوجوود برضو، خشب البرازيل، دي كانت مصادر من المصادر العضوية النباتية لإنتاج اللون الأحمر. أما المصادر غير العضوية زي الهيماتايت الريد أوكر أو المغرى الحمراء وواحد أكسيد الحديد أو أحمر الرصاص أو أحمر الزنجفر، منه ما هو طبيعي اللي هو بيطلق عليه السينبار أو مصنع ما يطلق عليه الفيرميليون. المواد الملونة الزرقاء على نفس النهج، منها ما هو غير طبيعي غير عضوي آسف، مثل الأزورايت وده مركب من مركبات النحاس، مثل أزرق اللازورد اللي هو الألترامارين أو اللابس لازولي أو اللازولايت وأزرق البروس، دي كلها مصادر غير عضوية لإنتاج اللون الأزرق. ومن المصادر العضوية طبعا أزرق النيل الشهير جدا اللي هو الإنديجو والنيل البرية، أو الخلائط مثل أزرق المايا أو أزرق السيري، ودي الشعوب المايا كانوا بيستخدموها في عمليات التخضيب أو التلوين. هنا من الصور اللي لونه يعني أزرق فاتح، ده من الألترامارين على سبيل المثال، الأزرق الفاتح بجانبي أزرق صريح أو أزرق يعني أكثر دكانة شوية، وده من أزرق الكوبالت، دي بتحتاج نوع من الخبرة. هنا أزرق الأذورايت المخلوط بمكونات أخرى، هنا برضو خليط من مكونين لإنتاج اللون الأزرق، حتى أن اللون الأخضر هنا كان قوامه الأزرق المائل للخضرة وهو خليط من المخاليط، لكنه تأكسد ففقد المكونات المعدنية لمادة اللون الأزرق. المواد الملونة الخضراء وطبعا على أشهرها على سبيل المثال ما يسمى بأخضر الملح أو الزنجار البردجرايز، وده المستخدم على فكرة في تنفيذ المنمنمات الفارسية البيرسيان مينيتشرز، ويمكن التعرف عليه بسهولة نتيجة إحداث ما يسمى بالاحتراق أسفل المناظر المصورة أو المنمنمات أو الكتابات التي نفذت باستخدام مثل هذا النوع من المركبات النحاس. في أخضر الملاكايت وهو أحد مركبات النحاس أو الناتجة عن طبق النحاس، ثم أخضر الأتاكامايت برضو ده أحد مركبات النحاس، كل هذه بتسمى حتى عندنا في مجال الصيانة كوروجن كومباوندز، مركبات صدأ النحاس، مركبات صدأ النحاس، يخلف عن القاعدة أخضر الكوبالت، بينما من مصدر
عضوي الساب جرين او الاخضر الزرعي، وهو المستخلص او الناتج عن عصاره بعض النباتات الخضراء الغضراء. كما هو واضح امام حضراتكم مجموعه من الملونات الخضراء، هنا طبعا قد يكون من اخضر الملاكايت، وهنا اخضر الزنجار المحترق الذي تسبب في تشقق سطح الحامل المنفذ عليه الزخرفه، اما هنا فقد يكون من اخضر الكوبالت بشكل كبير جدا جدا نظرا لوجود هذه التشققات. قد تنتج هذه التشققات عن ضعف الماده الوسيط الرابط على سبيل المثال، فده يعني ليس قد يكون ليس له علاقه بماده اللون. المواد الملونه الصفراء في عجاله كده، ومنها طبعا اصفر المبرق اللي هو الليمونايت، بيطلق عليه الليمونايت احد اكاسيد الحديد، واصفر الملوك اللي هو الاربمنت وراح جلغار، الاثنين احد مركبات الزرنيخ، وهي مركبات سامه، او الريل جار بيطلق عليه الريل جار راح جلغار. اما بقى الملونات العضويه زي اصفر الزعفران السافرون، او اصفر الكركم اللي هو ماده الفاعله ماده الكركمين، هي الماده المسؤوله عن انتاج هذا اللون من الاصفر. كما واضح امام حضراتكم هنا قد يكون اصفر الزعفران بعد تلفه بواسطه عوامل الاكسده، وهنا قد يكون الاصفر الملكي نظرا لحدوث تجانس في توزيعه، بالاضافه الى لمعانه وغمقانه بشيء من الحده اكثر من اصفر الزعفران. اما هنا فقد يكون اصفر المغره اللي بيبقى لونه يعني بالبلدي كده بيسموه اللون الحمصي شويه. فهذا اللون من الاصفر يتلف تلفا شديدا، وهو احد مركبات الحديد، ومركبات الحديد كما تقدم كلها او معظمها هذه المكونات هي من عناصر المعادن الانتقاليه اللي بيطلق عليها الترانزيشن ميتالز، وهي عناصر غير مستقره مثل النحاس والزنك وما الى ذلك والكبريت وخلافه، فتهاجر من اماكنها لتحفز عمليات الاكسده لحواملها المختلفه. انا بحاول بقدر الامكان ان انا بجري، يعني الحاجات دي عايزه شرح كتير جدا جدا جدا. المواد البنيه زي بن التنين على سبيل المثال، كان بيستخدم بن التنين، مركب التنين المستخدم في صناعه احبار العفش التنين المعدنيه، هو بصفته اساسا ماده ملونه بنيه. ممكن استخدام خليط مثلا من مركب زي الألم الشابة كبريتات الألمونيوم والبوتاسيوم مع صبغة الكوكنيل أو كوشنيل اللي هي الحمراء، فيعطيني طبعا الشابة هنا بتستخدم كمرسخ مثل عملية صباغة النسيج على سبيل المثال، وده الفرق بينها وبين المواد المستخدمة كأميدة في المخطوطات، والمواد الأخرى المستخدمة كصبغات للنسيج لابد من استخدام مرسخات في حالة النسيج. وهنا يمكن الحصول من الكوشنيل بترسيخه باستخدام الشابة على درجة من درجات اللون البني. أما مداد الذهب ومداد الفضة، عملية التذهيب الجيلدينج أو التفضيض للمخطوطات، هناك فرق ما بين استخدام عنصر الذهب الخالص وحله مثلا في العسل أو الخل وإضافة الوسيط الرابط، واستخدامه في عمليات التلوين أو استخدام رقائق الذهب أو ورق الذهب أو ما يسموه، هذا هنا يطلق عليه مداد الذهب، مداد الذهب وليس حبر الذهب، لأن الحبر أسود كما اتفقنا. هذا المداد إما أن يستخدم في عمليات التزييف أو الكتابة للفواصل أو التشكيل أو التنقيط، خاصة إذا كان مثلا في نسخ وكتابة الكتب المقدسة على سبيل المثال، هنا يطلق عليه مداد الذهب جولد إنك. بينما إذا استخدمت مواد أخرى على سبيل المثال زي السلكون المضاف له اللون الأبيض مثل من التيتانيوم أو غيرهم، فيطلق عليه المداد الذهبي وليس الذهب، ويطلق عليه حتى في اللغة الإنجليزية golden ink. أما إذا استخدم الذهب في صفته الخالصة يطلق عليه مداد الذهب gold ink. كذلك النهج مع الأحبار، آسف حتى أنا ذاكرها بالأحبار الفضية، لكن يطلق طبعا عليها الأمدة الفضية، مداد الفضة غير المداد الفضي. المداد الفضة يستخدم فيه عنصر الفضة النبيل الخالص، أما إذا كان
بخلط مادة لون أسود مع أخرى بيضاء للحصول على أحد درجات اللون الفضي، فتسمى هنا في هذه الحالة بالمداد الفضي وليس مداد الفضة. طبعا الملونات البيضاء اللي كانت بتستخدم في التلوين أو الزخرفة نادرا ما استخدمت في الكتابة إلا إذا كانت على أرضية داكنة من اللون الأسود على سبيل المثال أو البنفسجي أو الأزرق، كانت مثلا من مركبات زي أبيض الرصاص أو السبيتاج أو أبيض الزنك أو مسحوق الحجر الجيري لإنتاج ما يسمى بالملونات البيضاء التي استخدمت في الزخرفة وما إلى ذلك من تنفيذ المنمنمات. وواضح أمام حضراتكم هنا مجموعة من الكتب والمصاحف المذهبة باستخدام عنصر الذهب الخالص في بعض الأجزاء، وفي أجزاء أخرى هنا يتخلل الذهب استخدام ما يسمى بخليط لون ذهبي. أما في الأسفل فهي مجموعة من المنمنمات من حضارات مختلفة استخدمت فيها المواد الملونة أو الأمدة الملونة بغرض التلوين في مساحات كبيرة لإنتاج ما يسمى بالمنمنمات التي تحكي أحداثا أو قصصا وردت بالمخطوط أو لم ترد. في بعض الأحيان تخلو بعض المنمنمات من النصوص. طبعا هناك ما يسمى بالأحبار المبتكرة والأحبار الحديثة، حبر السفر والترحال، والمقصود به إن أنا بجهز الحبر في شكل أول إذا كان أسود، وإذا كان مداد ملون هيبقى مداد ملون بجهزه بشكل مسحوق أو قرص استخدمه يعني اضيف ليه الميه فيما بعد عشان استخدمه في عمليه النسف والتدوين. وده كان سببه ان بعض الاحبار او جالونات الاحبار السائله او الامده الملونه السائله كان يصعب حملها من ان الى اخر، بالاضافه انها تؤدي الى تلف بعض الملابس بصبغها بصبغات مختلفه او بلون قد لا يروق لصاحبه او الخطاط، فاضطر الى الاحتفاظ في عمليه السفر والترحال بهذه الأحبار في صورة أقراص، أي يجهز الحبر بالطريقة التي وصفناها بمكوناته الثلاث ثم يجففه ويحوله إلى أقراص مصبوبة في أشكال مختلفة، وعندما يستخدم الريشة أو البوصة يحك عليها باستخدام سائل من السوائل زي المية حتى يحدث ما يسمى باستخلاص لون الحبر، ثم يكتب به مباشرة أو في شكل مسحوق يحضر مثلا مكونات العشر تنين المعدنيه مع ملح معدني في شكل مسحوق، ولا تحتاج الا الى الماء لخلطها والحصول منها على اللون الاسود لامكان استخدامها في عمليات الكتابه، او انه يحتفظ بهذه المساحيق منفصله عن بعضها البعض ويخلطها في وقت عمليه الكتابه. اما الحبر السري والمعروف طبعا بالسكريت انك هو احد احبار التفاعليه، إذا كانت من اللون الأسود وأنا أقصد أنها تكون من اللون الأسود فقد يستخدم فيها أو النظرية في إنتاجها هو تأجيل التفاعل الحادث في آنية الحبر اللي يحدث على الورق بين شقين متفاعلين مكونين للحبر، بين شقين متفاعلين مكونين للحبر. فهنا على سبيل المثال لو أنني أردت أن يعني أحصل على حبر سري باستخدام مركبات العشر التانيين أو أحبار العشر التانيين، فأنني أمام مادتين متفاعلتين هما العشر التانيين أو التانيين وأحد المكافئات المعدنية، إما أن طبعا أعملهم في محلولين منفصلين، إما أن يتم الكتابة بمحلول العش التنين أو أن تتم بمادة كبريتات الحديدوس على سبيل المثال كمكافئ معدني ثم إظهارها بالشق الثاني الذي لم يستخدم. إذا استخدم كبريتات الحديدوس يظهرها متلقي الرسالة باستخدام أحد مركبات التنين والعكس بالعكس. ده مثال على طبعا في أحبار الأمونيا وأحبار التي يتم كشفها أو الحصول على الكتابات المخفية عن طريق الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء أو بالتتريب أو التعفير أو ما إلى أو بالسخونة أو بدرجات الحرارة وما إلى ذلك مما يسمى من الأحبار السرية. الحبر المضيء بيستخدم في مركبات الفسفور التي تعطي إضاءة أو لون لامع، أما حبر قياسي لون حسب الرغبة فهو فصل بين مكونات الأمدة الملونة بحيث أن هذا المداد يمكن تلوينه حسب الرغبة
في وقت آخر، أي أنها تقبل الألوان. وده اختراع طبعا إسلامي أو ابتكار إسلامي عظيم، لأن المسلمين والعرب قد تفننوا في إنتاج مثل هذه الأنواع من الأحبار والأمدة التي عرفها العالم أو عرفها الغرب بعد أن عرفها المسلمون والعرب بوقت كبير، مثل كل الصناعات زي صناعة الورق والأحبار وما إلى ذلك. في أحبار حديثة جدا اللي هي المودرن إنكس، زي أحبار النيجروسين والأحبار مركبات الأنيلين عموما، وأحبار قلم فونتين لو إننا نشأ عن أحبار العصر التنين المعدنية، ثم أحبار الطباعة المعروفة التي تستخدم فيها الزيوت الجفوفة زي اللينسيد أويل، أبو بيسيد أويل اللي هو زيت بذر الخشخاش أو الكتان، في إنتاجها عن طريق عمليات التسخين أو باستخدام الضغط ودرجات الحرارة، ومعروفة لنا جميعا ما يسمى بأحبار الطباعة. يعني أنا مش عارف المد، يعني قلت للأستاذ أنور إن الموضوع كبير وعايز فرد جامد يا أستاذ أنور، بس هنحاول نغطي يعني بقدر الإمكان. الله المستعان. لو جينا تناولنا بأسئلة تفضل. أنا عارف المادة كبيرة بس إحنا وعدناهم ساعتين فباقي 14 دقيقة. إحنا بقينا قد إيه طيب؟ ربع ساعة. يا الله يا الله. طيب ثالثا نظرية تقدير عمر تاريخ الآثار والمخطوطات في عجالة. في عجالة أنا عندي مصطلحين اسمه كرونولوجي ومصطلح اسمه الديتينج. أولا التاريخ أو تقدير العمر هو دراسة تتابع الزمن للسلسلة من أحداث تمر بشخص، تمر بدولة، تمر مش عارف بإيه الكلام ده كله. كلمة تقدير عمر أي أقدر العمر، أقول إن عمر هذا المخطوط 2000 سنة. ما اتكلمتش هنا عن تاريخ بداية لإنتاجه أو نسخه أو كتابته. أما التاريخ فهو إعطاء تاريخ، أقول أنه تم تدوينه من سنة كذا. فلذلك الكرونولوجي يعني التقويم أو التدوين لتتابع سلسلة من الأحداث أو أحداث مرتبة، أو هو نفسه دراسة للديتينج أو الكرونولوجيا أو ما يسمى بعلم التاريخ. أما الديتينج فهو تحديد أو تزمين أو تحقيب أو إعطاء تاريخ محدد للمخطوط، يعني أقول أنه أنتج سنة 1500 قبل الميلاد، أو أنتج مثلا سنة في القرن، في بداية القرن مثلا الثاني قبل الميلاد، أو القرن السابع الهجري أو القرن الثامن الميلادي، ده اسمه تاريخ. أما الكرونولوجي فهو دراسة هذا الكلام في تتابع زمني منسوب إلى بعضه البعض. للنوعين قسمان، تاريخ نسبي relative dating وتاريخ مطلق absolute dating. هذا له أدواته وهذا له أدواته ودلالاته. التاريخ النسبي على غير العادة يعني أننا نؤرخ مادة ما سواء هي مخطوط أو غيره منسوبة إلى أخرى معلومة التاريخ، أو إلى شخص عاصر إنتاج هذا المخطوط، أو إلى خطاط هذا أسلوبه في الخط، أو إلى مادة هذه هذا هو مظهرها اللي ظاهر عندي، يبقى فيها عملية مشابهة أو الاستناد إلى سجلات أو أحداث أو ملوك عاصروا أو أنتج في عهدهم أو لهم هذه السمة، فيسمى ما يسمى تاريخ نسبي، أي منسوب إلى حقبات أو ملوك أو أحداث أو حوادث حدثت في يوم من الأيام، وقد يكون يرادف الكرونولوجي زي ما اتكلمنا إنه هو بيهتم بتقويم سلسلة من الأحداث المرتبة. أما المطلق فهو تحديد مدة زمنية أو تاريخ دقيق ومحدد دون نسبته إلى آخر، إلى تاريخ آخر معلوم أو أثر معلوم أو مخطوط معلوم، لا نحتاج إلى مثل هذا، لكنه التاريخ بالاستعانة بمجموعة من الأدوات ستتضح، وقد يرادف الديتينج اللي هو تحديد التاريخ. وسائل التاريخ النسبي بقى، لذلك الطبقات، يعني علم الطبقات وطبقات الأرض على سبيل المثال، الشكل التايبولوجي، السمات الشكلية، كشف الكشوف الملوك والأسلاف اللي هي زي مثلا حجر باليرمو عندنا في الآثار المصرية، حجر رشيد، مش عارف بردية إليفنتين، بردية هوارة، بردية اللهون، كلها دي كشوف بيستند إليها في تاريخ مخطوطات مجهولة النسب أو التاريخ. تحليل حبوب اللقاح في الموقع، نعلم جميعا أن الرياح تحمل حبوب اللقاح من مكان إلى آخر لتلقيح الأشجار والكلام ده كله، فعندما يعصر عليها ونعرف أن المنطقة الفلانية تحتوي على هذه الحبوب من اللقاح، فنعلم ننسب المنطقة إلى نوع حبوب اللقاح
والعصر الذي ظهرت فيه هذه الانواع من الحبوب، عصر مطير او ما فيش امطار او رياح او ما الى ذلك، حتى انها تفيد في دراسه الايه ظروف المناخ في هذه الاونه. ندم الشعر اليمني، وده كان له علاقه ان هو بيظهر في وقت الفيضان او بدايه فصل الفيضان في السنه المصريه عندنا في مصر، فكان يستخدم في تحديد فصول الفيضان والجفاف وما الى ذلك، ويستعان به في تحديد الفترات المختلفه الزمنيه، استخدمه العلماء في تحديد فترات الدوله القديمه مثلا على سبيل المثال والدوله الحديثه وما الى ذلك. كده انتهينا المقرره، انا اسف يعني. دي بالنسبه لاهم وسائل التاريخ النسبي. كان يعني حتى في المخطوطات لو انا جيت اتكلمت وقلت ان المخطوطه الفلانيه تشبه الخط والنسق والورق والكتابه ونوع الحبر، المخطوطه المؤرخه الموجوده في متحف مش عارف فين في هولندا ولا في انجلترا ولا في السعوديه ولا في مصر ولا في الامارات، في هذه الحاله انا بنسبه، ده يسمى تاريخ نسبي، ودي وسيله من وسائل التاريخ النسبي برضو تضاف الى ما تكلمنا عنه. اما وسائل التاريخ المطلق فهي التقنيات المستخدمه للحصول على عمر محدد، زي مثلا استخدام طرق الاشعاعيه او طرق قياس الكربون المشع الموجود في المكونات العضويه للمواد العضويه ومنها المخطوطات على سبيل المثال، حاجه زي طريقه الوهج او الوميض الحراري، وده من الحاجات اللي بيستخدموها طبعا لقياس عمر الفخار وقياس عمر الطوب الاحمر من العصر الروماني، قياس المجال المغناطيسي اللي هي القابليه للمغناطه خاصه بتحتوي على حديد ومركبات حديد ومعلوم التحديد مثلا كان في الفتره الفلانيه كان في المكان الفلاني فيؤرخ لهم. طريقه اخرى زي من الطرق اللي هي اللي بيستخدم فيها الاشعاع او المكونات المظاهر المشعه زي البوتاسيوم ارجون على سبيل المثال، نسبه الفلور في العظام مش في النظام انا اسف يعني في العظام، دي برضو دلاله على او طريقه من طرق او تقنيات تقدير عمر العظام ايا كانت مستخدمه باي شكل من الاشكال. الحلقات السنويه في الاشجار اللي هنقولها ان شاء الله دلوقتي عشان هي مهمه الحاجات دي لما نقولها في التقنيات، وازاي اوظفها في مجال المخطوطات. حد يتخيل ان الحلقات السنويه ممكن توظف في مجال المخطوطات؟ هنتكلم في النقاط دي في السطور القادمه سريعا. الملامح ودلالات تقدير العمر، انا جايبها يعني مرتبه وجايب عليها امثله، فاحنا هنذكرها ونذكر لكل واحده منها مثال عشان تغطيه وقت المحاضره. ده اللي هو المحور الرابع. بعد كده المحور الخامس ده اللي فيه ايه؟ اللي فيه التقنيات. فلو جينا تكلمنا عن ملامح ودلالات تقدير عمر المخطوط، يعني الدلالات المتوفره في المخطوط اللي انا ممكن المسها بايدي او اشوفها بعيني في المخطوط امامي واستعين بها في عملية تقدير العمر عن طريق قاعدة معلوماتية متوفرة عندي من خلال شفت مادة هذه المواد استخدمت لأول مرة سنة كذا، ما ينفعش لو مخطوط ظهر بيها أرخه قبل هذا التاريخ وكذا. دي مادة الحامل على سبيل المثال، مادة الكتابة هنشوفها كده في ونضرب أمثلة عليها. فلو قلنا مادة الحامل على سبيل المثال، ألواح الطين استخدمت قبل القرن الثلاثين قبل الميلاد، حتى السابع قبل الميلاد مثلا في العراق، واستمرت طبعا في الغرب لبدايات نهاية القرن الـ19 أو بدايات القرن الـ20. مثلا على سبيل المثال الحجر استخدم ده بنتكلم عن المخطوطات كحوامل للمخطوطات. الحجر على سبيل المثال يعني ممكن يكون يعود استخدامه لما قبل الدولة الحديثة مثلا في نهاية الدولة الوسطى أو في عصر الانتقال الثاني أو الاضمحلال الثاني في مصر، حتى القرن الثامن الميلادي لم يستخدم بعد ذلك كحامل للكتابة، إما أن تنقش عليه تحفر زي اللغة الهيروغليفية مثلا أو اللغة المسمارية في العراق على سبيل المثال، ودي كتابة مش لابد إن احنا هنا نتكلم عن الحبر أو المداد لازم يستخدم، لا لا لا، طالما هي كتابة منقوشة حفرت باليد فهي مخطوطة بالمفهوم الواسع للمخطوطات. الشمع على سبيل المثال استخدم من القرن السابع، يعني ما ينفعش قبل الميلاد، ما ينفعش أقول أنا لقيت الشمع موجود في الدولة مثلا الوسطى أو الدولة القديمة أو هقول في عصور ما قبل التاريخ ألواح شمع استخدمت للكتابة، طبعا كلام خاطئ. أول ما الاقي شمع وعايز أقدر عمره وما فيش حاجة تدل على تقدير عمره، أول بند بحطه عندي كده وما كاتب كده في الورقة اللي قدامي البداية القرن السابع قبل الميلاد. أشوف بقى بعد كده بقى مجموعة الدلالات الأخرى مع الفحص والتحليل أتوصل إن شاء الله إلى عمر المخطوطة. البردي
طبعا معروف من القرن الحادي والعشرين، او يعني بدقه شديده جدا اول بدايه استخدام ليه، او عرف في حكم الاسره الخامسه اللي هي الفيفس داينستي من مصر القديمه بالدوله القديمه، واستمر استخدامه طبعا حتى القرن نهايه القرن ال11 او بدايه القرن ال12 عندما حل محله البارشمنت والرق كما ذكرنا قبل ذلك. ده في شكل فردي انديفيدوال، مجرد زي ما بيقولوا كده شيتس افرخ ورقيه منه، لكن في شكل لفائف او الدرج اللي هو الرولز اللفافه، ده طبعا من القرن العاشر قبل الميلاد حتى بدايات القرن الثالث الميلادي. الجلد طبعا الجلد الليزر غير البارشمنت والرق كما تحدثنا سابقا، طبعا من بدايه حكم الاسرات لان استخدموا المصريين، ثبت ان المصريين القدماء استخدموا قرون الصمت مصدرا لماده التانين حتى يقوموا بدباغه وتجهيز الاستقبال سواء للكتابه، لذلك سميت الدباغه بالتانين. البارشمنت طبعا بدا اول بدايه استخدام ليه كان يعني في اشاره انه استخدم في القرن العاشر قبل الميلاد، لكن لم يعثر على دليل يؤكد ذلك، ولكن الأدلة التي عثر عليها تؤكد استخدامه منذ القرن الثاني قبل الميلاد كما تحدثنا حتى القرن الخامس عشر أو قبله بشوية، ومن ده بالنسبة للفرد. أما الكراس الكودكس فده يعني استخدم بنهاية القرن الأول الميلاد أو بداية الميلاد حتى القرن الرابع في أوروبا مثلا أو في دول المغرب العربي. أما الرق فهو في نفس التاريخ. لوحاء الخشب طبعا استخدم في العصر اليوناني ومش عارف ايه، انا مش عايز اكمل الكلام ده، كل الكلام ده مكتوب قدام امام حضراتكم. العظم والاكتاف طبعا حتى القرن الهجري السنه الهجري او الثامن الميلادي، لكن لم يحدد له تاريخ او بدايه واضحه. يبقى سقف هنا يعني المعلومه دي خلينا اقول ايه، سقف لما الاقي مخطوطات مدونه على الاكتاف او العظم، انا بتكلم وفقا لدلائل اثريه مش لاراء، يبقى سقفي القرن الثامن الميلادي. ما ينفعش حد يقول لي انا لقيت اكتاف من العظم مدون عليها قران مثلا من القرن ال12 على سبيل المثال، لا طبعا هذا الكلام طبعا خاطئ. الورق والذي انتج في بدايه القرن الاول الميلادي لا يمكن احد يجي يقول لي انا لقيت مخطوط ورقي او عثرت على مخطوط ورقي يعود لعصر الاسره ال18 في مصر او عصور ما قبل التاريخ. يا سيدي ازاي اذا كان اول صناعه أو تاريخ لصناعة الورق هو سنة 105 مثلا على سبيل المثال ميلادية في الصين، أول من أنتج الورق على سبيل المثال بالمعنى المعروف. حتى طبعا استمر هذا الكلام حتى الدولة العثمانية، وده اللي يهمنا أكثر، وبدايات القرن العشرين عالميا. ده المحور الأول الحامل، مادة الكتاب حبر الكربون اللي احنا اتكلمنا عليه بداية القرن اللي يعني من سنة 3000 تقريبا، وحبر العصر التنين المعدني من القرن الثاني قبل الميلاد، ودي أثبتناها وقلنا على أساس أن درايتهم ومكوناته. الحبر الخليط وده من سنة 25 أو بدايات القرن الأول قبل الميلاد. طبعا هذا الكلام مهم ليه؟ إما أن أنا بحدد بداية أو نهاية أو بداية ونهاية قالب أحط نفسي فيه لما أقوم بتقدير عمر أثر أو مخطوط، يبقى أنا عندي طبقا للحامل أو طبقا للمادة وكلها تتكامل مع بعضها البعض. يعني المحقق أو الصائن أو الموثق المتمكن من أدواته لابد أن يستخدم كافة المحاور. حتى في الكيمياء كده لما نيجي نعمل تجربة يقول لك استخدم تجربة أخرى، لما نعمل تحليل استخدم طريقة تحليل أخرى، هذه اسمها تجارب تأكيدية. فلما لا نستخدم بقية المحاور ك دلالات تأكيدية للدليل الأول حتى وإن وصلت لي وعن يقين، لكن للتأكيد وحتى لا يحدث فيما بعد تشكيك في المعلومة التي توصلت إليها. حبر العفص والتنين المعدني كما قلت استخدم من بداية القرن الثاني. الحبر الخليط زي ما اتكلمنا قبل كده. أما المواد الملونة فلها طبعا كل الفترات استخدمت على البردي في مصر القديمة ثم استخدمت وكملت مسيرتها حتى الآن، فلها لمكوناتها لكل مادة من المكونات لها بداية. يعني أشهر استخدام أول من استخدم أخضر الزنجار طبعا هم الفرس،
الأزرق البروس استخدم لأول مرة منذ القرن ال18، أول كتابة بالذهب في العالم لو سميناها تذهيب في عهد الملك بطليموس الثاني في الدولة البطلمينية أو الحكم البطلمي للعالم، تمام. الأبيض التيتانيوم طبعا أول استخدام ليه، دي أمثلة في القرن الخامس عشر. المحور الثالث المخطوط نفسه اللي يعني أنا هنا مش ظهرالي كويس، ياريت تكون ظهر لحضراتكم. المقصود هنا بالمخطوطات المؤرخة أو التي تحمل تاريخ ورد بنصها تاريخ حقيقي معروف واضح فيستند إلى هذا التاريخ، ولا نحتاج إلى بيانات أخرى إلا إذا كانت مزورة أو مزيفة. مزيفة إذا كانت المخطوطة كلها نسخة منها، أو مزورة باستبدال جزء من النص أو أجزاء منه أو بعض الكلمات أو الأحرف فيطلق عليها إيه مزورة. وطبعا دي محتاجة محاضرات أخرى، يعني قصة التزييف والتزوير. لذلك لابد أن نراعي أو نبحث في المخطوط عن ربما ورد تاريخ يريده الناسخ أو الكاتب أو المؤلف أنه انتهى أو بدأ في، يعني قال انتهى، لأن انتهى يبقى ده السقف بتاعنا، لقينا بدأ يبقى البداية بتاعتنا، ونبحث عن بقية المفردات اللي توصلنا في النهاية لتحديد بداية ونهاية لهذا المخطوط، ومن ثم نستطيع تقدير عمره بشكل كبير. علم الخطوط الباليغرافي والفونتس بالنسبة للخطوط، طبعا الخطوط تعددت بداية من الخط الهيروغليفي أو المسماري، ودول أقدم الخطوط على وجه الأرض، حتى اللغات اللاتينية أو الخطوط اللي هي الكارولينية زي بيسموها، وسبقتها الخطوط العربية، فده التسلسل التاريخي ليها بخلاف الخطوط المختلفة اللي الكل يعلم في مجال التحقيق ومجال دراسة المخطوطات بداية استخدامها كخطوط النسخي أو الخطوط الفارسية أو الديوانية والخط الكوفي وما إلى ذلك. وهو يعني بعيد عن تخصصي، بس أردت أن أريده كاكتمال للموضوع. رائحة المخطوط، رائحة المخطوط تحتاج إلى خبير نوعا ما. فرائحة المخطوط مهم، دلالة مهمة جدا على الحكم على أصله أو تأصيله، إنه هو أصلي يعني أثري أو تاريخي وليس مزيفا أو مزورا. هذه الرائحة تنجم للأسف الشديد طبعا عن حدوث عمليات الأكسدة والتحلل المائي الحامضي للمخطوطات السيلولوزية على وجه التحديد، فتعطي يعني للمتخصص أو بعضكم أكيد طبعا أو كثير منكم عندما فحص بعض المخطوطات القديمة التي لم تفحص أو حققها وجد أن لها رائحة، لها رائحة مميزة، وهذه الرائحة من العلامات الدالة على أصل المخطوط وأنه مخطوط أصلي لم يطرأ عليه أي تزوير، لأن لن يستطيع أحد أن يحدث أو يوجد مثل هذه الرائحة في المخطوطات، لأنها خليط من أحماض زي الفورميك أو السلفوريك أسيد اللي هو حامض الكبريتيك والستريك أسيد أو الأسيتيك أسيد اللي هو حامض الخليط. دي بتدل عليه، بتدل على أن الحبر المستخدم هنا أحبار كيميائية كأحبار العرش والتنين المعدنية. ومن ثم أنا حددت مادة الكتابة كأحد المحاور، هتساعدني بعد كده في بقية المحاور الأخرى، وبالتالي أقدر أقول إنها ترجع طبقا للحبر أو مادة الكتابة إلى فترة معينة لا تتخطى ولا تسبق القرن الثاني قبل الميلاد على سبيل المثال كما قلنا. أما رائحة يعني انبعاث ما يسمى بغاز الميثان أو العفن التحلل المولدينج اللي حادث لبعض جلود الكتابة، فده نفس السبب، هي أحبار العرس والتنين المعدنية ولكن الرائحة مختلفة. على سبيل المثال لازم أبحث من المحاور، المحور رقم 9 علامات الترقيم زي النقاط والفواصل وما إلى ذلك، ودي لم تعرف قبل القرن الثامن الميلادي. لذلك عندما أقوم بتقدير عمر أثر، هذا الأثر احتوى أو مخطوط آسف احتوت كتابته على علامات ترقيم، فلا بد أن أعلم أن هذا المخطوط لن يكون أقدم إنتاجه أو نسخه أو تدوينه أقدم من القرن الثامن الميلادي. حتى أعمدة الكتابة وفقرات الكتاب، ودي تختص شوية أو مناسبة شوية لكتب العهد القديم القديم التوراة والأسفار المختلفة كما وضع من حضراتكم، فكان في عمود واحد دي من القرن الأول للثالث الميلادي، وفي أربعة أعمدة أو ثلاثة دي كان القرن الرابع،
لبعض مخطوطات الفاتيكان او السينائيه، دير سانت كاترين على سبيل المثال، بيحتفظ بمجموعه من المخطوطات تنتسب الى هذه الصفه. الاعمده مثلا على سبيل المثال اليهود قسموا في فتره من الفترات الكتابات في المخطوطات التي تخصهم في الاثار العهد القديم على سبيل المثال، قسموها الى فقرات وقسموها الى اعمده. هذه العلامات من الاعمده او الفقرات التي تم تقسيم الكتب العهد القديم اليها تعين المحقق او الباحث او المقدر لعمر المخطوط في الوصول الى عمر يمكن الاستناد اليه. العلامات المائيه الووتر ماركس، هذه العلامات هي اشكال هندسيه او نباتيه او زخرفيه قد تشبه بعض الرنوك في الاثار الاسلاميه، لو معانا حد طبعا من متخصصين في الاثار الاسلاميه. هذه العلامات المائيه مميزه تدل على تملك المصنع الفلاني او الشخص الفلاني في انتاج مثل هذا النوع من المخطوطات، الا انها لم تعرف قبل القرن ال13 او الثالث عشر الميلادي حتى نهايه القرن الثامن عشر الميلادي، لكن احدى الدلالات التي يمكن الاستعانة بها في تقدير عمر المخطوطات طبقا لوجودها على الحوامل ويتم انتاجها بعد انتاج لب الورق. القصاصات وعلامات الوقف زي وثائق الجنيزة الكارمة العصر الفاطمي كانوا بيستخدموا القصاصات نظرا لعدم توفر الحبر وتوفر الرق. التروس وهي المخطوطات التي كشطت او الركوك المكشوطة اللي لها نص علوي ونص سفلي، معروف ان استخدمها الاقباط توفيرا للمادة الحاملة وتجنبا لإعداد حوامل جديدة على سبيل المثال. عرفت من بدايات القرون الأولى للميلاد حتى القرن العاشر على أقل تقدير، وأنا بحاول إيه يعني يبقى سريعا عشان أصل للنقطة النهائية اللي هي تقنيات وطرق تقدير عمر المخطوط وتعريف دي التقنيات أو الطرق الكيميائية دكتور. أو الفيزيائية أو الفيزيوكيميائية التي يمكن الاستعانة بها في تقدير عمر المخطوط. دكتور اتفضل. معلش انا لسه شايف سبع سلايدات. انا والله انت شايفني بجري سريع جدا يا استاذ انور. لا ولا يهمك، لسه بنفتح مجال للمناقشه. طب انا اديني 10 دقايق يعني، معلش خليهم 5 مش هنلحق. طيب يعني انا احاول في عجاله كده. اول هذه التقنيات تحليل الفلور في العظام. معروف ان العظام زي ما قلنا قبل كده زي مثلا عظام الاكتاف اللي استخدمت، هي دي بيستخدموها في كل مواد الاثار مثلا أرخوا بها عرفوا بها مثلا مومياء توت عنخ آمون على سبيل المثال ومومياوات اخرى، ولكن انا هنا هوظفها مش عظام، انا عندي العظام وبتبقى مكموره في التربه فبتتعرض لعمليه التحجر فبيتفاعل الفلور الموجود في المياه الجوفيه مع هيدروكسيد الابيتايت لتكوين العظام فيكون ماده الفلور ابيتايت. هذه الماده تزداد مع مرور الزمن، يعني لها علاقه طردية، يعني تسير الزمن كلما تقدم الزمن أو قدم كلما زادت هذه المادة. وده طبعا الفلور أباطايت اللي أمام حضراتكم وهنقل للنقطة اللي بعدها عشان خاطر الأستاذ أنور. الحلقات السنوية في الأشجار، الأشجار في نموها كل عام تنمو حلقة ثم حلقة ثم حلقة، هذه الحلقات أستخدمها في تحديد عمر قطعة الخشب. لذلك لو انا عندي مثلا 50 حلقه يبقى معناها 50 سنه، لا مش المقصود كده. هذه الحلقات في عرضها هذا العرض وعددها وشكلها ان كانت متموجه ودرجه لونها وسمكها تشابه عينات خشبيه اخرى معلومه التاريخ، فانا بضاهي هذه الحلقات مع حلقات معلومه التاريخ في قطعه خشب اخرى، وبالتالي اقدر احدد تاريخها طبقا لهذا التاريخ رغم ان هي دقيقه ولكن ليست نسبيه في التاريخ النسبي، هي دقيقه وتتبع التاريخ المطلق، تحديد تاريخ مطلق. تمام. حتى ان هذه الطريقه تستخدم في تعديل بعض الاخطاء التي يقع فيها الكربون مشع 14 اللي هو يعتبر ظاهره العصر زي ما بيقولوا. تمام. ممكن استخدمها في الواح الخشب اللي كانت بتستخدم في انتاج الواح الكتاب على سبيل المثال. ده 2 هنعمل ايه بقى؟ معلش يا استاذ انور. التفاضل الحراري او التالق الحراري، معروف ان الفخار كان عشان يحرق كان بيتعرض لدرجه حراره تتراوح ما بين 500 ل 700 درجه مئويه. هذه الحراره الزائده تسبب ما يسمى
بعدم استقرار للإلكترونات الموجودة في المدارات الخارجية لذرات الفخار أو المواد المكونة للفخار غير مستقرة، أو من أجل أن تستقر لابد أن تعرض مرة أخرى. وده المقصود به هنا إنتاج الوميض إلى درجة حرارة تتراوح من 350 ل 550، وبالتالي يحدث ما يسمى بالتألق أو اللومنسنس اللي هو سيرما لومنسنس، التألق الحراري أو الوميض الحراري المميز لهذا النوع، أو الذي يدل عن طريق حسبة معينة أمام حضراتكم اللي هي عدد السنين في النهاية اللي هي الواجد الطبيعي في الجرعة الصناعية على الواجد الصناعي في الوميض السنوي، والجهاز أمام حضراتكم وشكل التألق أو الوميض الحراري كما أمام حضراتكم، أقدر أعوض في هذا القانون طبقا للمحتويات اللي أنا أخدها من جهاز القياس وصل لعدد السنين طبقا لهذا الوميض ويؤثر عليه لو في مواد مشعة ولا أي حاجة. الطريقة دي ممكن تستخدم لتقدير عمر الآثار بدرجة تصل إلى مثلا 10 أس 5 أو 10 أس 7 ضربت بعضها 5 مرات أو 7 مرات. طبعا طالما تستخدم للفخار يبقى أقدر أستخدمها مع الاستراكة اللي هي معمولة من كسر الفخار أو الفخار. طبعا دي طريقة مهمة جدا وجميلة جدا، كان نفسي نشرح هذه الطرق باستفاضة. حاجة اسمها الهجرة المعتمدة على الوقت، الأيونات المعادن الانتقالية بالخاصية الشعرية، احنا اتكلمنا في تكوين الاحبار المكافئات المعدنيه في الاحبار العبس التنين المعدنيه على سبيل المثال. الله اكبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المواد مواد اوكي غير مستقره، اسف عناصر غير مستقره، لذلك قلت لك على ترانزيشن ميتلز اللي هي الانتقاليه، يعني مش مستقره مش ثابته مش بيرمننت. فلذلك عندما تهاجر من خطوط الكتابه فانها تهاجر وفق زمن مرتب، يعني لها ترتيب، كل مثلا مقدار معين أو نسبة معينة منها في مسافة معينة تعادل فترة من الزمن، تعادل فترة من الزمن. الكلام ده هتأكد به إزاي؟ عن طريق التحليل العنصري على سبيل المثال لأيوناتها، زي مثلا استخدم تحليل عنصري الإيدكس بالأشعة السينية أو الإكس آر إف تفلور الأشعة السينية أو التحليل الطيفي بالأشعة السينية أو الإف تي آي آر اللي أنا اتكلمت عليها اللي هي الأشعة تحت الحمراء بواسطة معامل فورير أو الأتوميك أبسوربشن اللي هو الامتصاص الذري. كل هذه التقنيات ممكن أستخدمها في التحقق أو القياس لنسبة هذه الأيونات المعدنية المهاجرة وفق زمن معين، حتى أنه بالتجارب وصل أن يهاجر من الأيونات من 9 إلى 15% في غضون 50 عاماً. فأنت شوف بقى الكمية اللي عندك تفضل تقيسها بالجهاز لحد ما تعرف أن 100% وصلت في كام عام. يعني احنا لو قسمناها على سبيل المثال، لو قلناها 10% على سبيل المثال يبقى 10% مثلا ب 500 سنة، اقدر احدد العمر المخطوط واقول عليه 500 سنة. ودي الاشكال اللي توضح هذا الكلام، ودي مجموعة التحاليل التي تناسب اذا كنت عايز احصل على معلومات مثلا 3D زي ما بقول او 2D او مجرد تحليل نقطة واحدة كيفي اللي هو الكواليتيف، يبقى انا اللي بختار نوع التحليل. تاريخ الحبر المخطوط بالمجهر المجهر الماسح الثاقب اللي هو الميكروسكوبي او السكاننج اجر ميكروسكوبي SAM، ده ممكن استخدمه في تقنيه في تحديدا في تقدير عمر الاحبار المستخدمه للتدوين ونسخ المخطوطات ايا كانت هي ورقيه او بروتينيه او سيلولوزيه او ما الى ذلك من الحوامل اللي احنا ذكرناها. الجهاز امام حضراتكم هذا هو المجهر. القصه بتعتمد على ايه؟ ان كل كتابه بعد ما بيكتب بالحبر بيحصل للحبر حول المنطقه المرسومه المحدده للخط زي ما بقول بليدنج او تسرب او تميق يخرج من الحبر يكون ما يسمى بالتيل او الزيل. هذا الزيل اللي امام حضراتكم دي كتله الحبر في الاناليسيس باترن او الانفستيجيشن باترن للميكروسكوب، هو ده الجزء المقصود به، فبيقيسه في معدل زمني. واكد هذا الكلام على مخطوطات معلومه التاريخ تمام لتوضيح حاله حفه الحبر اللي هي الانك ايدج بروفايل، واستخدمت على طبعا نظرا لان الورق بينفذ منه الحبر المستخدم للكتابه بشكل جيد، فيمكن استخدامه مع المخطوطات الورقية أو التي حواملها من الورق أو البردي، بينما الدقة تقل مع المخطوطات الرقية لأنها مصمتة ولا تنفذ الحبر مثل المخطوطات الورقية ممكن استخدمها.
طيب انا اتكلمت من شويه على الطروس اللي هي القشط الكتابات توفيرا للحوامل والكلام ده، وقلت ان هي من القرون الاولى حتى القرن العاشر، وحاجه تانية اللي هي العلامات المائيه اللي اتكلمت عليها اللي بدايتها القرن 13. لو بدايه اتاكدت ما انا اقصى بدايه اقدم بدايه عندي لو في علامات مائيه هو القرن 13 الميلادي، ومعظمه بيبقى اوروبي على فكره، الورقه اقول عليه انتاج اوروبي على طول تماما، وده من الياف السيزار والمانيلا والبامبو والجوت والرامي والكلام ده كله، بعيدا عن القطن مش قوي يعني، ما كانوش بيستخدموا القطن في انتاج مثل هذه الاوراق اللي بيصدروها للعالم، اللي هو احنا مصدر لان هم يعرفوا صناعه الورق اساسا. تمام. فانا لو صورتها باستخدام تقنيات زي ضوء الاشعه فوق البنفسجيه او ضوء الصوديوم على سبيل المثال الصوديوم لامب، او الاشعه تحت الحمراء، او تعدديه الاضياف المالتي سبيكترا مثلا، او الاكسري راديوجرافي، يمكن وتحققت من وجود التروس او من وجود العلامات المائيه استخدمهم كمحورين كما استخدمتهم قبل كده في التاكد من نسبه هذا الى تاريخ معين، وكما هو واضح من حضراتكم في مجموعه من المخطوطات المصوره في علامات مائيه هنا وهنا، ده مصور بالاشعه فوق البنفسجيه على سبيل المثال، هنا العلامه المائيه حتى متفرغه على الجانب، ودي احدى انواع الكاميرات اللي هي اللي بتصور بنظام تعدديه الاطياف وما هي يعني بتستخدم فيها الاشعه تحت الحمراء والاشعه فوق البنفسجيه واشعه جاما وما الى ذلك من انواع الاشعه واشعه اكس، عشان تديني كل الاطياف او الامتصاصات الحاصله لمواد اللون او الاحقار الموجوده في حيز معين في توقيت واحد، حتى لا الجا الى تكرار او استخدام اكثر من وسيله من وسائل الفحص او التحليل او التصوير. طرق تقدير بقى العمر اللي هو اللي احنا منتظرينها، عمر المخطوطات والاثار العضوي، والاثار العضويه وهو العضويه ليه بالكربون مشع 14 اللي هي الراديو كربون ديتينج 14 ديتينج. هنا القصه اننا لازم ليه ماده عضويه لان هو بيقيس الكربون، بغض النظر ما اتكلمناش عن حته مشع وغير مشع. طب الكربون ده بيجي في منين يا جماعه؟ بيجي من حرق المواد العضويه سواء نباتيه او حيوانيه، يبقى الكلام ينفع مع المخطوطات لانه من مواد عضويه بشكل كبير جدا، يعني يمكن اكثر من 60-70% مواد عضويه، وندخلت في بعض المواد غير العضويه في التلوين وفي صناعه الاحبار او انتاج الاحبار التي استخدمت في التلوين. تمام، عشان دي لها واقعه مهمه جدا انا عايز اذكرها في 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 هذا الموضوع. القصه وما فيها ان الكربون موجود في الطبيعه له نظيرين ثابتين اللي هم 12 و13، وله نظير مشع اسمه كربون 14. هذا الكربون بيدور في الطبيعه الى ان يتحول الى ما يسمى في التفاعلات اللي هي الكونيه اللي ما يسمى بثاني اكسيد الكربون كربون داي اكسايد. الكربون داي اكسايد النباتات بتحتاجه وبيطلع علينا الاكسجين، ففي عمليه دورات احنا بنخرج الزفير في شكل ثاني اكسيد الكربون والنباتات بتاخده، فالعمليه دي بيسموها ايه الكربون ريسايكل اللي هي دوره الكربون في الطبيعه. طب لو مات احد الكائنين سواء النبات او الانسان او الحيوان اللي بياكل النباتات، بيتوقف المدد بتاع الكربون مشع 14 الموجود كنظير ثالث في جسمه واصبح محبوس. هذا التوقف بيقاس فيما بعد، لذلك بيسمونا احنا اللي توقف فينا ده مستودع تبادلي، لان احنا بنتبادل مع النباتات والحيوانات. في المستودع الرسوبي لما جسمنا بقى يتحلل ويبقى في الجبال او الكلام ده كله، فبيترسب الكربون مشع 14 فيها. بغض النظر عن هذا الموضوع، الكربون بيقاس عن طريق ما يسمى بعدادات جيجر او حاجه اسمها الاكسلريتور، الجهاز المستحث اللي هو السريع، او جهاز تطيف الكتله التسارعي الاكسلريتور ماس سبكتروسكوبي. فهذا النوع من هذه الانواع من الطرق المستخدمه في تقدير عمر المخطوطات لها حاجه ما يسمى بنصف العمر، مهمه جدا عشان بعد كده اقدر عمر الاثر عن طريق تعويض في قانون اللي هو عمر العينه. طبعا بتبدا بحاجات من ان تي تساوي ان نوت اي لامدا، القانون اللي امام حضراتكم هنا، وطبعا الان تي هنا النشاط الاشعاعي في الكربون مشع العينه اللي انا عايز اقدرها، وده الان نوت النشاط الاشعاعي الكربون حي وده بيساوي صفر، اللامدا هنا ثابت التحلل الاشعاعي هو الرقم اللي امام حضراتكم بتعوضه في القانون. فلما تتوفر امامي النشاط الاشعاعي اللي بيدوني عداد جيجر والنشاط الاشعاعي للكربون صفر
وعوض في ثابت التحلل الإشعاعي في هذا القانون عن طريق العدادات اللي بتديني هذه النتائج، أقدر أحصل على العمر اللي هو بيبقى زائد أو سالب طبقا لما لو أنا استخدمت مقياس ليبي اللي هو 5568 زائد أو سالب 30 سنة، أو المقياس الآخر اللي هو الأدق لو إنه لم يستخدم حتى الآن 5730 زائد أو سالب 40، عشان أقدر أعوض القانون وأقدر في هذه الحالة أتوصل إلى عمر دقيق. النقطة دي مهمة جدا، كلنا سمعنا عن مصحف كامبريدج، هذا المصحف اللي أثاروا الجلبة فيه وقالوا إن هم بيثبتوا إن القرآن أو المصحف كامبريدج ده مدون قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه يا جماعة؟ عشان احنا أرقنا بالكربون مشع 14 وأثبت إن في فرق بتاع حوالي 35 سنة. وركز كده إن أنا عندي هنا زائد أو سالب أدي 40، يعني عندي نسبة خطأ أنا آسف يعني تاكل نسبة الخطأ اللي هم بيقولوا عليها، أو نسبة الفرق اللي هم بيقولوا عليها، وعايزين يعني ينفوا علاقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، ودي طبعا أغراض معروفة للقاسي والداني. فلذلك أنت لما جيت حللت، أنا عايز أسألك سؤال، أنت حللت الحامل السبستريت ولا حملت الإنك أو المداد؟ ما هو ده له عمر وده له عمر. كلنا نعلم أن الحوامل تجهز أولا بمعزل عن مواد الكتابة، قد تجهز قبلها بسنوات وتخزن وتستخدم فيما بعد طبقا للحاجة، يجهز الحبر ويكتب على حوامل معدة سابقا أو سلفا بعشرات السنين. فدي يعني هذه المحورين، أنت لم تراعي نسبة الخطأ المذكورة هنا في تقدير نص عمر الكربون مشع 14، ولم تراعي هل أو لم توضح أنك قسط الحامل أم قسط الحبر. عليك أن توضح هذا أو ذاك، وإلا فلا داعي لما أوردته من التشكيك في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أو نسبة القرآن الكريم إليه صلى الله عليه وسلم. أعتقد باختصار شديد، وإن لم يعني يعجبني هذا الكلام، ودي بعض التقنيات المستخدمة في الكربون مشع 14، هنا ده العداد جيجر الشهير لكل الأنواع، وده الأنبوب بتاعه اللي بيبقى فيه مجموعة كمية الكربون المبطنة ليه على أساس تقاس الكثافة الإشعاعية وتقارن بالكربون الحي اللي هو بيساوي صفر مع ثابت التحلل الإشعاعي اللي احنا اتكلمنا عليه في القانون، وعوض في هذه الحالة أقدر إن أنا أحدد عمر الأثر مع نسبة الخطأ اللي راعيها في فترة نصف العمر. في جهاز تاني بيقيس الكربون مشع 14 يطلق عليه طيف الكتلة التسارعية اللي أنا اتكلمت عليه، اللي هو الأكسلريتور ماس سبكترومتري، ده موجود عندنا هنا مثلا في مصر على سبيل المثال، اللي في المستحث اللي هو خاص بهيئة الطاقة الذرية، وهو أمام حضرتك حجم كبير جدا طبعا، وبيستخدم نفس الصفة في قياس الكثافة الإشعاعية للكربون المشع 14 الموجود في العينة بعد حرقها حرقا كاملا للحصول على الكربون. شكرا جزيلا لكم، ولا يعني أرجو أن أكون عند حسن ظنكم بمجموعة من المعلومات اللي قلتها، لو أن طبعا هذا الموضوع كان يحتاج إلى مزيد من التفصيل والمقابلات لأثار أو عينات أكثر من هذا، وتحتاج إلى معامل على فكرة، يعني عشان أقول التقنيات دي كنا هذا الكلام ممكن نستعين بي في معامل باستخدام كواشف وطرق كيميائية مختلفة، وباستخدام عدسات وباستخدام دلالات اللي احنا اتكلمنا عليها في لون الحبر ولون المخطوط وما إلى ذلك من الدلالات والشواهد والتقنيات التي يمكن استخدامها في هذا الصدد. شكرا لحضراتكم جميعا، وأنا مستني أسئلة حضراتكم اللي عنده أي استفسار، وآسف على الإطالة أختي الكريمة أستاذ أنور. بالعكس دكتور، يعني نحن حقيقة هنا فهمنا شيئا ربما مختلفا، لدينا الشغف نعم، والشغف شيء جميل، ولكن الأجمل أن يكون هذا الشغف مؤثرا أيضا بإطار أكاديمي كما فعلت حضرتك. نعم. يعني في هذا الصباح فعلا، وإن طال الوقت ولكن كانت كل كلمة قيلت اليوم قد غيرت أيضا في مفهومنا شيئا وأضافت لنا شيئا جديدا. شكرا جزيلا لك، يعني شكرا نحن الذين يجب أن نشكرك على وقتك الثمين الذي قدمت من خلاله لنا عددا كبيرا جدا من المعلومات التي ربما نعم يعني نسمع حبر ومداد وهكذا، ولكن نعم. من اليوم يقف عند هذه المصطلحات ويفكر كيف أستخدمها بشكل صحيح ودقيق من أجل نعم. خدمة هذه المخطوطات وهذا الأرث العظيم.
شكرا جزيلا لك دكتور مجد. هناك مجموعة من الأسئلة حقيقة أنا تجاوزت عن بعض الأشياء التي أجبت عنها حضرتك مشكورة. أحد الأخوة يسأل هل كتب خواص الأحجار في تراثنا تعد من مصادر هذا الفن، فن تقدير عمر المخطوطات؟ نعم نعم، الثاني معلش أنا آسف. هل كتب خواص الأحجار في تراثنا تعد من مصادر فن تقدير عمر المخطوطات؟ يعني أنا مش عايز أسميها مصادر لتقدير العمر، ولكن أستعين بما ورد بها من معلومات عن الأحجار في وصف الأحجار المختلفة للتعرف على الحجر، مثلا على سبيل المثال الذي استخدم كحامل في هذه الحالة. طالما حددت الحجر أستطيع من خلال العلامات الأخرى أن أصل إلى تقدير نسبي للمخطوط، لكن لا يمكن استخدامها استخداما مباشرا للحصول على معلومة عن عمر المخطوط. نعم. هناك سؤال آخر أيضا قريب، يقول السائل ما هي العلوم التراثية والحدثية، هو كاتب أعتقد يقصد الحديثة، التي نعم. تعين على فهم أكثر لعناصر هذا الأمر؟ تمام. من العلوم التي لا غنى عنها في هذا الموضوع طبعا تخصصات زي الفيزياء عشان الأجهزة المستخدمة ونظريات استخدامها، الكيمياء طبعا خاصة الكيمياء العضوية مهمة جدا في هذا الصدد، علوم النبات على سبيل المثال يعني نقرأ في علوم النبات عشان نعرف المواد التي استخدمت ومكوناتها، التلف وصيانة الآثار ده علم طبعا وليد وجديد جدا جدا مهم جدا في هذا الصدد. لو يعني أنا هضرب مثال يمكن بعيد شوية عن هذا الموضوع، إن أنا ممكن أستخدم التلف أو العلاج والصيانة، يعني التلف الحادث للمادة الأثرية وزي ما اتضح الموضوع البهتان، وممكن أستخدم العلاج والصيانة في تجاوب مادة المخطوط مع نوع العلاج واختلاف هذا التجاوب من مكان لآخر في تقدير العمر، وممكن أستخدمه في نفس الوقت في كشف التزييف والتزوير الذي طرأ على مخطوطة ما. فكل هذه العلوم تتكامل فيما بينها مع بعضها البعض حتى تعطي معلومات شمولية في بوتقة واحدة تساعد الباحث أو المحقق أو الموثق أو القائم بعملية تقدير العمر للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة، ولا غنى عن هذه العلوم على الإطلاق. نعم جميل، إذن هذه هي العلوم المساندة التي تستخدم عادة في الفهم. هناك سؤال يقول إذا كان هناك أمر متفق عليه، ما هو المخطوط الأقدم زمانيا بين علماء الآثار والمخطوطات؟ المخطوط الأقدم زمانيا، هل المقصود بالمدون بحبر أم المنقوش أو المضغوط بالحفر أو بالحرك أو بإيه؟ أنا ده اللي أنا عايز أستوضح منه. طيب إذا نحن ننتظر السائل أن يوضح لنا سؤاله أكثر، إذا كانت هناك يعني إذا كان لديه تدقيق أكثر في الأمر. أيضا الآن سؤال أو سؤالان حقيقة عن الأحبار. نعم. يقول هل يمكن تمييز نوع الحبر مبدئيا من حيث طبيعة أو درجة اللون الأسود؟ أقصد بذلك أحيانا يكون الحبر لدرجة لمعان واضحة وقوية، فما نعم هو نوع الحبر نعم في هذه الحالة؟ نعم نعم، من الممكن بعض الأحبار يعني، وده اللي ما يعني ما أسعفتناش المحاضرة فيه، هناك أنا تكلمت عن مكونات الرئيسة أو مكونات الأساس في تكوين أحبار العصور التانية المعدنية، وهو الحبر الأشهر على فكرة في مجال المخطوطات نسخ المخطوطات. في مواد أخرى تضاف وهي مواد غير أساسية واللي قلت عليها من المحسنات أو المعطرات أو ما إلى ذلك، فكانت هناك إضافات ملونة تستخدم لإطفاء درجة لون معين على اللون الأسود، فيكون اللون الأسود مثلا يوصف بأنه ريدش مثلا بلاك، يعني معنى اللون الأسود المائل إلى الحمرة، يلوش بلاك المائل إلى الصفرة، بلوش بلاك المائل إلى الزرقة، جرينيش بلاك المائل إلى الخضرة. كل هذه الصفات نتيجة إضافات معينة، هذه الإضافات عندما أتأكد منها وبالمستعانة بطرق التحليل المختلفة للمركبات يمكن في هذه الحالة أن أستطيع من خلال هذه الإضافات أن أحدد الفترة الزمنية التي استخدمت هذه الإضافات فيها، وبناء عليها تاريخ الكتابات بشكل عام، لأن هذه المواد تضاف أثناء تحضير مركب أو سائل الحب للكتابة. نعم. فقط السائل الذي سأل أعتقد هو الشاعر محمد نور الدين العلي،
يقول يقصد كان الورق إذا كان هناك تحديث أو اتفاق على أقدم مخطوط ورقي. أقدم مخطوط ورقي، أنا ليس هناك اتفاق على يعني أقدم مخطوط ورقي، لم يصل لي أن هناك مخطوط هو الأقدم على الإطلاق. سائل آخر يسأل أيضا في موضوع الحبر، يقول هل يمكن للحبر الأسود أن يكون من قشور الرمان؟ من قشور الرمان؟ نعم نعم، من قشور وبذور الرمان. ما هو أنا يعني أنا ليه يا جماعة، أنا قلت إن المحاضرة دي كانت عايزة يفرض لها محاضرات أكتر وأكتر، والأستاذ أنور يسمعني. الرمان، قشور الرمان، البنجريت بيلز أو البذور، كانت تستخدم مصدرا للتنين، فتحتوي على قدر عالي من مركبات التنين، خاصة التانيك والإيلاجيك أسيد. لذلك حتى من دلالات على هذا الكلام أن الإيلاجيك أسيد بيستخدم، ثورة طبية بيستخدم في مقاومة الكانسر على سبيل المثال، عن طريق أن هذه المركبات هي مركبات سامة في الأساس، مش سامة للإنسان، هي سامة للكائنات المسببة لبعض الأمراض، بالإضافة إلى أنها مانعة للأكسدة، يعني إنهيبيتور مثلا للأكسيديشن الأكسدة، وبالتالي تمنع نمو الخلايا السرطانية. في نفس الوقت أنا أقدر أستخدمه نظرا لاحتوائي على هذه المركبات التي تستخدم في الجانب الطبي، وتستخدم في إنتاج الأحبار، إنتاج أحبار العفش التنين المعدنية، في إنتاج أحد أنواعها، وأحد الأنواع المستخرجة منها تسمى ثانات الحديدوس أو النحاس أو الزنك وما إلى ذلك، طبقا للمكافئ المعدني المستخدم مع قشور أو بذور الرمان. نعم، هناك سؤال يقول هل يمكن أن يترك فحص الكربون 14 على مخطوط جلدي أثراً في هذا المخطوط؟ أثراً في هذا المخطوط عند تلفي أو ماذا؟ يعني مثلاً إذا أنا وضعت هذا المخطوط الآن تحت تجربة أي جهاز من هذه الأجهزة، نعم، هل هناك أي تأثير سلبي على الوعاء المعرفي هذا المخطوط؟ نعم نعم، يعني هو المقصود هنا هل هو يقصد تأثير تقنية التحليل مثلاً أو الأشعة على المخطوط أم على الحبر؟ دكتور بشكل عام، لأن أحياناً مثلاً بشكل عام أقول لحضرتك، هو طبعاً يؤثر، الجرعة الإشعاعية من المنشطات اللي هي الكاتاليستس، المحفزات للأكسيديشن رياكشنز اللي هي التفاعلات الكيميائية اللي هي تفاعلات الأكسدة، تفاعلات الشقوق، فبيعمل حاجة اسمها شحن للعناصر المعدنية لو في عناصر معدنية في الحبر، أما لو حبر كربون طبعاً عنصر الكربون خام لن يتأثر بأي نوع من المحفزات، أما إذا كان يحتوي على عناصر معدنية فتحفز فتشترك في تفاعلات الأكسدة فتتلف نفسها، أو يعني تتلف الحبر وتتلف الحامل تحتها، بالإضافة إلى أنه ينشط المجموعات الفاعلة ويساعد على نشأة ما تسمى بالتفاعلات أكسدة الشقوق عن طريق مثلا مجموعات الهيدروكسيل الموجودة مثلا في تركيب السليلوز على سبيل المثال، أو يدمر الروابط البيبتيدية بين سلاسل الأحماض الأمينية في الحوامل ذات المصدر أو الطبيعة البروتينية. نعم، سؤال أيضا يعني قريب من هذا السؤال، يقول هل يمكن أن يتسبب أي نوع من أنواع الأحبار في إتلاف المخطوطات مثلا؟ نعم نعم نعم، طبعا طبعا، يعني أحبار العفش التنين المعدنية دي نقدر نقول المسبب الأشهر من بين مواد الكتابة والزخرفة والتذهيب في إتلاف المخطوطات، فهو شريك أصيل في إحداث ما يسمى بالأسيديك هيدروليسيز اللي هو التحلل المائي الحامضي لسيلولوز الورق، وما يسمى بالريد روت العفن الأحمر لحوامل الكتابة البروتينية من الرك والبارشمين في الحالتين، بالإضافة إلى أن الأيونات المعدنية سواء من النحاس أو الحديد طبقا المكافئ المعدني المستخدم في إنتاج أحبار العفش التنين المعدنية تحفز كمحفزات لعمليات الأكسدة الحادثة لسيلولوز الورق أو الحادثة للبروتين عن طريق إشراك أكسجين الهواء الجوي، ومن ثم إن أحبار مثل أحبار العفش التنين المعدنية شريك أصيل في إتلاف المخطوط، بالإضافة إلى بعض الأمدة زي ما ذكرت أمدة الزنجار المستخدمة من قبل الفرس أو في بلاد إيران وما إلى ذلك، التي تسبب احتراق للحوامل، والتي فطنوا لها مؤخرا بمعالجتها بإضافة أصهر الزعفران لمنع
هذا التأثير الحركي لمادة الزنجار، دي أمثلة على هذا الكلام تؤكد حدوث تلف من جانب مواد الكتابة سواء من الأحبار أو الأمدة لحواملها المختلفة. جميل دكتور، حضرتك ذكرت قبل قليل فكرة، عندما تحدثت عن مصحف بيرمنغهام تحدثت عن فكرة الفصل بين أن نتحدث عن عمر المخطوط من ناحية حامل هذا الوعاء وأيضا من ناحية الخط، ولذلك هناك أحدهم يسأل هل يمكن تقدير عمر المخطوط إذا استنادا على الخط فقط؟ يعني هل هذا يكون أقرب؟ الأفضل على أساس أنا لو عايز أعرف بداية المخطوط يبقى الأفضل أي ما جهز أولا لإنتاج المخطوط هو الحامل. نعم. طبيعي أنا مش هجهز الحبر قبل ما يكون عندي الورق. صحيح. فالحامل بيجهز قبل تجهيز مادة الكتابة من المداد أو الحبر، فلذلك يفضل تأريخ أو تقدير عمر الحامل أولا ويؤرخ على أساسه المخطوط بشكل عام. نعم جميل. هناك سؤال أيضا، ما هو الفرق بين الرق وبين البارشمنت؟ الفرق بين الرق والبارشمنت ليس على الصعيد الكيميائي ولكنه على الصعيد الفيزيائي والمورفولوجي اللي هو الظاهري. يعني كيميائيا هما الاثنين بروتين احماض، سلاسل احماض امينيه، كولاجين، الكلام ده كله، بينما ان البارشمنت اكثر سمكا من الرق، اكثر سمكا من الرق، درجه اللون مائله الى الصفره عن الرق، الرق مائل الى البياض، الرق اكثر شفافيه يعني منفذ للضوء اكثر من البارشمنت. البارشمنت يتصلب متصلب لكن الرق مرن، دي كلها خواص خاصه تفصل ما بين الاثنين، لكنهما يعني مرادفان لمنتج واحد يختلف عن الجلد كما سبق ان شرحت. جميل. ايضا هناك معنا الان مداخلتان صوتيتان، سنبدأ بمن رفع يده أولاً وهي الأستاذة، أعتقد اسمها فطومة، أعتقد هكذا يعني يبدو أنه الاسم. إذا كنت جاهزة أستاذة تفضلي أكلمي الصوت على أن يكون السؤال يعني مباشراً. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلاً وسهلاً. أهلاً دكتور، بارك الله فيكم دكتور على هذه المحاضرة القيمة جداً. معكم السيدة بن يحيى فطومة، رئيس مصلحة المخطوطات والمؤلفات النادرة بالمكتبة الوطنية الجزائرية. فين يا فندم؟ في المكتبة الوطنية فين؟ جزائر. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. أهلاً بكم دكتور. عندي فقط أستاذ سؤال، عرض علينا منذ يعني مدة مخطوط، لما يعني وضعته على الطاولة المضيئة اتضح أنه مخطوط لا يحتوي على علامة مائية ولكن على خطوط مائية، وهذه الخطوط هي خطوط ثلاثية. نعم. نعم، وهذا يعني أن المخطوط أن الورق ورق إسلامي. نعم. نعم. يعني في هذه الحالة يعني الورق كان لونه بني وهو مخطوط عنوانه فتح الباري. نعم. هنا يعني كان عندنا إشكال في تحديد تاريخ نسخ المخطوط. طيب يعني هو المخطوط لا يحتوي على أي نصوص أو توقيعات مثلا للناسخ أو أسلوب خط مثلا أو نوع خط يفيدكم بالرجوع ليه أو حاجات مشابهة إن نقدر نحدد؟ عبارة عن بعض الأوراق فقط. نعم. مش المخطوط مش كامل. مش كامل يعني اللي موجود إيه المتوفر من المخطوط بعض الأوراق. نعم. نعم. الخطوط اللي حضرتك بتتكلم عليها في الأرضية تحت الحبر خطوط طولية، يعني نظام تضليع في جسم الورق. نعم نعم، وغير متساوية، يعني يتضح أنها يعني أن الورق إسلامي مش منتظمة. نعم غير منتظمة. مش منتظمة. طيب نعم. نوع الخط إيه تقريبا كده؟ هو خط نسخي. نسخ. نعم. نسخ له قواعد ولا نسخ إلى حد ما مش دقيق؟ لا مش دقيق. مش دقيق. هو عادة ممكن يكون والله أعلم كده يعني يعود لفترة الدولة العثمانية على سبيل المثال، وممكن ده يكون الورق ده فترة عصر نهضة مثلا أو حاجة، ورق أوروبي. نعم. هل تحديدا يكون ورق أوروبي؟ والله أعلم، طبعا مش قدامي المخطوط عشان كده أنا مش هقدر أحكم يعني. نعم، لأنه يعني كان إحنا بالنسبة لنا كان الفرضية أنه يكون ربما ورق إسلامي. نعم. يسمى بالورق الدمشقي داماسكوس. تمام. هو شبيه بهذا الكلام يعني. نعم. هل يمكن هي... يعني هذا
تقريبا احنا رجعنا للقرن التاسع الهجري. القرن التاسع. ما رايكم دكتور؟ نعم. طيب يا فندم، كنت عايز اسال على حاجه عشان موضوع القرن التاسع ده. نعم. الورق الدرجة اللون بتاعته بنية ولا مائلة للصفرة شوية؟ لا، بني. بني. نعم. سميك. سمكه. نعم. نعم. سميك. تمام. الخطوط فيها فواصل بلون أحمر. نعم. في الكتابات في فواصل بلون. نعم. أحمر. نعم. الأحمر باهت عن الكتابات الأخرى. باهت. نعم. تمام تمام. الكتابات نفسها وصلت لدرجة الدرجة اللون الأسود، أسود حالك السواد يعني. لكن كله ولا فيه بهتان؟ لا، فيه بهتان. فيه بهتان. نعم. طيب، هو ممكن يكون في الفترة فعلا من القرن التاسع، ممكن لحد القرن ال 12 وال 13. بارك الله فيك. شكرا دكتور. بارك فيكم يا فندم، شرفتين حضرتك. ربي يوفقكم. يا رب. استاذة حقيقة مداخلة جميلة، وانا سعيدة حقيقة ان يكون دي مداخلة تطبيقية، ما عايزة بقى حاجات زي كده. دي الكلام ده يبقى عايز مثلا المركز ويبقى فيه مخطوطات ونطبق عليها وكده يعني. صحيح. الله المستعان. بالتوفيق استاذة فاطمة. لدينا ايضا مداخلة اخرى من الاستاذ الدكتور امين عبد الله رشيدي، استاذ ورئيس قسم الاثار الاسلامية بكلية الاثار. طبعا كلية الاثار جامعة الفيوم. انا فقط لدي سؤال قبل مداخلة الدكتور امين، ما السر في جامعة الفيوم واهتمامها بالتاريخ والآثار؟ هذا الاهتمام العظيم، كلما رأينا علما في هذا المجال يعني يكون من جامعة الفيوم. بارك الله فيك أولا يعني، وشكرا جزيلا يعني على هذا المديح. جامعة الفيوم أنشأت كلية الآثار جامعة الفيوم وأولادها يعني، ونحن طبعا أولادها أو الرعيل الأول لها من أولادها يعني، اجتهدوا فيما بينهم نظرا يمكن لظروف البيئة هنا، ان تكون الكليه في مصاف الكليات او افضل الكليات على مستوى مصر ان لم يكن على مستوى الوطن العربي بقيادتها وبمخلصين اللي فيها والمحبين لعلم الاثار. كل حد فينا دخلها برغبته، يمكن ما فيش ضغط عليه او مثلا تحيل لفرصه ان هي الكليه المتاحه او اكثر، لا، اللي داخلين عن حب واللي قعد فيها وما حولش منها درسها ودرس دراستها عن حب. كلنا متعاونين مع بعض، بنمد بعضنا بمعلومات، بنقف جنب بعض، ما فيش اي مشكله بيننا وبين بعض، مع تشجيع من عميد الكليه وقيادات الكليه لكل اعضاء هيئه التدريس في الاخلاص للعمل. كلنا اسره واحده، فريق واحد، نعمل دائما سويا مع بعض، لذا فان الفائده قد عمت على الجميع كما حضرتك شرحت. وطبعا زميل الاستاذ الدكتور امين الرشيدي صديق عزيز واخ فاضل وصديق عمر يعني، مش صديقه بس يعني، ما شاء الله. إذن يتفضل أحد أفراد أسرة الجامعة. تفضل أستاذ دكتور أمين. السلام عليكم أستاذة موزة، كل طبعا الشكر والتقدير لمركز جمعة الماجد ولحضرتك دكتورة شيخة والأستاذ أنور، المجهود الجميل اللي دايما يعني متوقعينه من حضراتكم. طبعا كل الشكر والتقدير لأخ العزيز العالم الجليل الدكتور مديان، يعني بالفعل معلومات قيمة، وأنا عن نفسي يمكن أول مرة في معلومات يعني أسمع عنها. أنا دايما بنقعد مع بعض ونتقابل ونتحاور، وخاصة يعني التخصص قريب من بعض، أنا في المخطوطات المزوقة المنمنمات وهو في كل ما يتعلق بالمخطوطات بأشكالها المختلفة، سواء كان على رق أو حجر أو جس أو عظام أو كل ما يتعلق به المخطوطات بشكل عام. بشكره على هذه المحاضرة القيمة، وبالفعل طبعا يعني احنا كنا نتمنى يعني عدد من المحاضرات ويكون فيها نوع من التخصص شوية عشان يدي كل يعني فترة او كل مادة حقها في سواء كان في الترميم او الصيانة او المواد المكونة لهذه المخطوطات. بشكر حضراتكم. انا بس ليا يعني ممكن يعني اشكرك اولا دكتور امين يعني، وشرفتني ونورتني على هنا على المنصه يعني، ده شرف لينا فعلا وجودك اخي وصديقي العزيز المحترم دكتور امين الرشيد رئيس قسم الاثار الاسلاميه، وكم شرفتني يعني، شرفني وجودك وتحت امرك طبعا، لو ان احنا طبعا مش بعض عن بعض في الاسئله ولا اي حاجه خالص يعني. لا هي مش اسئله، هي مداخله يعني، والهدف منها دكتور مديان يعني بعض التوضيحات يعني. أنا ممكن نضيف لي الطرق اللي هي خاصة بالتأريخ اللي حضرتك قلتها، ممكن نضيف اللي هي الأسلوب الفني للرسومات
وخاصة في المخطوطات المخطوطات المزوقة بالصور. أنا عندي مدارس فنية طبعاً. كل مدرسة لها خصائصها الفنية لها أسلوبها الفني، زي المدرسة العربية بمراكزها، مركز بغداد، الموصل، ديار بكر، عندي طبعاً. المدرسة الفارسية بالمراكز المختلفة، المدرسة المغولية الهندية، المدرسة العثمانية، كل دي لها خصائص معينة في بالضبط صور المخطوطات. من خلال بالزبط. هذه التصوير يمكن الاعتماد في تأريخ أو يعني رجاع هذه المخطوطات إلى فترات تاريخية بعينها. بشكرك دكتور مديان، شكرا حضرتك دكتورة شكرا شيخة، جزيلا شكراً دكتور أمين. وفعلا تعقيبا يعني على كلام حضرتك كده، في إضافة لهذا الكلام، مثل بعض المخطوطات في بعض العائلات التي لها سمات معينة، زي ما نقول المخطوطات السكندرية، المخطوطات مش عارف السريانية، المخطوطات الحبشية، مخطوطات البحرية هنا، أو حتى بحري، أو المخطوطات في الصعيد، أو الكلام ده كله، في المخطوطات القبطية أو المخطوطات البطلمية أو اليونانية الرومانية، تضاف إلى مدارس التصوير في إنتاج الزخارف والمنمنمات في المخطوطات الإسلامية والعربية فعلا. وشكرا جزيلا دكتور أمين. لكن طبعا كل هذا الكلام كان يحتاج فعلا إلى محاضرات كثيرة وتفصيل أكثر وأكثر. سعدت بوجودك زميلي العزيز بكلية الآثار جامعة الفيوم، أهلا وسهلا بك، وشرفتني بالفعل، وأنا سعيد بمداخلتك طبعا اللي أضافت للمحاضرة. شكرا جزيلا دكتور أمين. إذن تحية لك أيضا دكتور، وتحية لدكتور أمين. هناك مداخلة أخيرة سأختم بها هذا اللقاء من الأستاذ عبد اللطيف أفندي. تفضل أستاذ عبد اللطيف. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عبد اللطيف. أهلا أهلا دكتور مديان، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم، وسعدنا في هذا اليوم المبارك بهذه يعني التظاهرة العلمية الجميلة. بارك الله فيك، طلتك علينا أستاذنا دكتور عبد اللطيف. الله يكرمك، الله يكرمك يا دكتور مديان، أنا سعدت جدا بهذه المحاضرة. أنا أسعد والله، وأنا ما أعرفش إن حضرتك موجود، يعني والله سعدت جدا إن حضرتك موجود. الله يسعدك حبيبي، شكرا جزيلا يعني على قدمت مادة علمية وتشريف المحاضرة بجد. الله يكرمك، حضرتك قدمت محاضرة قيمة جدا جدا جدا، وطبعا أنا بشكر مركز جمعة الماجد، الأستاذة الدكتورة شيخة، والزميل الأستاذ أنور، على يعني حسن اختيار المحدثين فيهم حقيقة. يعني والله دكتور مديان امتعتنا فيها، فجزاكم الله خير على هذا التقديم وعلى هذا الموضوع، استفدنا كثيرا. وإن شاء الله دائما يا دكتور مديان أنت دائما متميز في إلقائك وفي علمك، نفع الله بك جزيلاً. ان شاء الله جزيلا باذن الله. بارك الله فيك، متشكرين جدا. الله شكرا دكتور عبد اللطيف، شرفتنا. الله يعزك، الله يكرمك. شكرا جزيلا. الاضافه الاخيره الخاصه باللي اشار اليه الدكتور امين، ان طبعا في موضوع الكشف العمر المخطوط او تحديد عمر المخطوط، يمكن الدكتور مديان اكيد مر بهذه التجارب، احيانا يفضل ان يكون في فريق عمل بيعمل على هذا الموضوع مشترك. يعني لا يستطيع من يعمل في مجال الآثار الإسلامية أو الآثار القديمة، إذا كان بيؤرخ عمر بردي أو من هذا القبيل، فقط نعتمد على دور المؤرخ، وأيضاً يفضل ألا نعتمد على دور المرمم فقط، هم في النهاية هم فريق بيعمل، ربما يكون أحدهم متخصص في الخطوط، في نمط الخط، في نمط الزخارف. يعني هذه النقطة دكتور عبد اللطيف، من غير ما تكلم حضرتك، كان في السؤال من شوية لما قالت التخصصات المساعدة لهذا التخصص أو هذا الاختصاص، واللي تقدر تعني أن أنا أصل لمعلومات كثيرة، ففعلا فريق العمل ممكن يشمل المتخصصين في الكتابات والخطوط والتحقيق والآثار الإسلامية والرسوم والمنمنمات، بالإضافة لكيميائيين، فيزيائيين، ناس يعني يبقى كوكبة من المتخصصين في النهاية تقود المركب للحصول على تقدير عمر دقيق وصحيح. نعم، وده بيؤكد دكتور مديان اللي حضرتك قلته، أن دور المرمم ودور المتخصص في كودوكولوجيا المخطوطات ومكونات المخطوطات مهم جدا في هذا الأمر، وده اللي حضرتك أثبتته النهاردة، أنه مهم جدا في فريق العمل، لابد من وجود المتخصص في مواد المخطوط ومكونات المخطوط وأحبار المخطوطات ومواد الحاملة للمخطوطات، حتى يكون التأريخ وتقدير عمر المخطوط بشكل يعني جيد وبشكل مناسب ان شاء الله. نعم. شكرا جزيلا دكتور مديان، وانا سعدت برؤيه حضرتك ونراك بخير جدا. ان شاء الله، الله يكرمك. شكرا جزيلا لك. طيب شكرا جزيلا، شكرا دكتور دكتور مديان، انا اريد ان اشكرك شكر خاص، لانك ايضا يعني جعلت هذه القامات تحضر معنا هذه المحاضره. ربنا يعني يبارك في حضرتك يا فندم.
انت عامله جذب هام جدا. ربنا يخليك يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طبعا الدكتور عبد اللطيف قدم معنا سابقا، انا الدكتور عبد اللطيف استاذنا هنا في كليه الاثار جامعه القاهره، وحاليا في المملكه العربيه السعوديه تقريبا. نعم. يعني نعم. والاستاذ والدكتور امين كذلك، يعني ما شاء الله زميلي في الكليه هنا يعني مع بعض على طول يعني. المره القادمه اذا الدكتور عاطف منصور ربما ان شاء الله. ده يعني ده واحد الله ده ده أستاذنا كلنا في عالم الأثار الإسلامية خاصة المسكوكات. نعم نعم تماما. نعم. وقد أصدر كتابا مؤخرا يعني هنا في إمارة الشارقة طبعا. نعم. إذن يعني دكتور حقيقة هو صعب أن أشكرك على هذه المحاضرة، وصعب أن أنقل لك كل المشاعر الجميلة التي كانت تكتب في التعليقات من الحاضرين. شكرا جزيلا لهم جميعا، أتمنى يعني أن يكون عند حسن ظن الجميع يا رب. تجاوزت حسن الظن بسموات كثيرة. شكرا يعني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. وأيضا دعني أشكر زميلي أنور الظاهري لأنه يعني فتح لنا يعني أتاح لنا الفرصة أن يعني نحضر معك هذه المحاضرة. نحن بنشكره بس برضو بنقول له برضو كنا محتاجين وقت تاني يا أستاذ أنور. هو أعطانا ساعة يعني زيادة على ال. طيب على الحمد الوقت. لله الحمد لله رب العالمين. إذن دكتور مديان حامد عبد الهادي التحية لك والشكر الجزيل حقيقة، الخبير والمدرب المعتمد في دراسات الأحبار وتزييف الآثار والمخطوطات وتزويرها وترميمها، وأيضا مدرس ترميم الآثار بجامعة الفيوم بجمهورية مصر العربية. تحية لك ولكل من حضر معنا في هذا اليوم المبارك، ونلتقي بإذن الله تعالى على خير في مناسبة. على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا للقائمين على إدارة المحاضرة والمركز، ولحضرتك بصفة خاصة، والكلام الجميل اللي قلتيه يعني ده حفزني أكتر أكتر يعني للمضي قدما في نفس هذا الاتجاه وإكماله على الوجه الأكمل بإذن الله تعالى حسب ما يسر لنا الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لحضرتك ولكل الناس معنا.